اتملى بنور نفسي ازوره واتملى بنور نبينا العربي وصلي عليه قبلك ده واتفقنا لا دم ولا واد ولا مرة سبتيه للغشيم ها الله اكبر الله اكبر ايوه يا مولانا بقى اهدي المرجله ولا بلاش صلاه النبي احسن هو انت مين انت مين ما عايز اشد لك ذهباتك يا كبير وكمان على غدبه حاجة حشار وبعدين الناس مجامات ولي انت حجيب بقر السرايا لقرص الجمر وورد الليل ولي ها؟ الله 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 ايه ده بقى؟ ايه ده الكلام دخل في حتة غمية يا مولانا ايوه بقى ايوه
عدوي عدوي عدوي، فيش عدوي، عدوي كذب، عدوي أوهام. أوهام إزاي بس جنابك؟ ده أنا بقول لجنابك إنه هاجم عليهم وخد كل الهدايا. البصاصين تبعنا قالوا كده. أنا أشك فيك أنت عزام، تسرق هدايا مجوهرات ثمينة وعايز تلزقها في واحد عفريت اسمه عدوي. أنا؟ أنا معالي الباشا؟ إيفيت عزام، إيفيت. لا يا معالي الباشا، عزام بريء. الحمد لله، وشهد شاهد من أهلها. مين دي رستم بك؟ حورية هانم يا خرشي الباشا، هدية سليمان بيك لجنابك. قولي يا هانم، أرجوك اتكلمي، قولي شفتي إيه؟ أمان، أمان ربي، سليمان بيك بيفهم في الجمال تمام، جمال عظيم، جمال فتان، شو جزال شو جزال. قول قول حورية هانم، قول. أنا شفت العدوي يا باشا واتكلمت معاه، شكله وحش قوي، أسود وأقرع وسنانه كلها مدغدغ وعنده كرش كبير. ما تخافيش ما تخافيش روحية روحية هانم، ما تخافيش روحية حورية حورية هانم، ما تخافيش ما تخافيش. أنا ابعت جيب ولد خرسيس كلب كلب اسمه عدوي، يركع تحت رجلين جمال عظيم عظيم. رستم بيك، أوامر جنابك. تفتيش في كل حتة في الدايرة، اجمع كل واحد بكرش كبير أسود ها أكرع، حتى لو البلد كله. إيفيت إيفيت جنابك. عظيم جمال عظيم حورية هانم. Thank you.
حرام. انجي هاني ونظل هاني صعبانين قوي عليا. بصراحة أنا لو كنت منهم كنت انتحرت. البنت تجنن. هي دي المغزية الجديدة. متخافيش حورية، ما تخافيش، محدش يقدر يلمسك وأنا جنبك. حورية الكلب الترسيس عدوي ده أنا أجيبه من تحت الأرض. يا ريت. مضروب مكسور يركع تحت رجليك يا حورية. حورية حبيبي أنا عامل الحفلة دي عشانك. حورية أنت كل حاجة في السرايا دي. حورية أنا بحبك. حورية أنت هنا. حورية علشان أنا أعيش. حورية حبيبي. حورية حبيبي حبيبي. عيش يا باشا، عيش وتهنى. وانا اتخلقت في الدنيا دي غير عشان انت وامثالك تعيشوا وتفرفشوا، وانا اتذلل تحت ايد نسوانكم وجواريكم. ملعون ابو جمالك يا حورية، ملعون ابو الجمال المر اللي مسح بيكي تراب الحرام لك والسرايات. ملعونة من يومك يا حورية، ومكتوب عليكي تتاكلي تحت سنان الرمم ويتداس عليكي من كل غريب. خلصني بقى يا رب، ارحمني وخلصني بقى. اها قلت اكتب. ايه فين الخرسيس؟ انت انت مين؟ لسانك جوا خشمك يا باشا. الصوت العالي بيزعل، وهو اصلا ما طايقكش. زعل مين؟ فين حرس السرايا؟ حرس السرايا يا باشا، ما اسمعش صوتك واصل. وبعدين اللي يكثر على الوحش لازم ينادم عليه، مش يفتح صدره على الغلابه. ها؟ ويعمل ايه؟ ياكل حقهم. أنا العدوي واقف قدامك، وريني همتك. هتعمل ايه؟ عدوي؟ 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 عدوي حورية وصفته بأنه أكرع وأسود وعنده كرش كبير. أنت مش عدوي. حورية، اسمك حورية ست الناس. أيوه. وعليك وعلى حلاوتك. وأنت شفتيني أنت؟ أبداً. داري حريمك يا باشا، يعني الحريم يطلعوا فوق والطرابيش يقعدوا تحت. يلا هون نزلي هون نزلي هانم. خدي حريم. حورية اطلعي فوق، ما تخافيش. حورية بقول لك يا حشاد. عمر كبير بيقول لك الراجل ده مد يده على الرجال.
بتشوفها كبير. جي وقت الحساب ولا ايه؟ تأخر الحساب عليها كبير. بوح تأخر عليها كيف؟ مديت يدك على الرجالة ولا لا؟ مدها كبير. مدها يعني الشركسي جاي على أرضي ومد يده على رجالتي؟ مدها ولا لا حشاك؟ مدها كبير. بيعملوا فيه؟ أقول لك بيعملوا فيه. كل راجل هنتو للفلاحين هياخد قراط أرض منك. قراط؟ قليل يا كبير. تقول قراطين؟ نخليهم قراطين؟ عدل ربنا. عدل ربنا. مدام عدل ربنا يبقوا قراطين. وفوق القراطين يا طربوش ديون كل فلاح حتسقط كلها. وبيدك الكريمة حتبصم. يبصم يا كبير. على الدفتر ضاع واللي حتبصم. وربنا حقولها لك النوبة الجاية لو مديت يدك على أي راجل أو أي مرض من حريمنا وربنا لا تفنك هنا حي. قوام رجالة. عدوي عدوي أنا روحك يا عدوي، روحك ودقة قلبك ونور عينيك. أيوة أنا شفت نفسي في نور عينيك. سايبني لمين؟ سايبني لمين وأنا بتاعتك يا سيد الناس؟ وربنا جننتيني، جننتيني يا ست الناس. بعدين كيف ها؟ كيف وانت غرقانة في المال السايب والعز الشركسي وكمان مكحل عينك بكحل الهوانم والصريات؟ لا غلط بقى، لا مؤاخذة يا مولانا، لا مؤاخذة يعني غلط من غير علام. كحل ايه وصريات ايه؟ البناء لحقت. لا الرحمة حلوة وظلم وحش. أنا اللي هقول لك برضه يا مولانا ظلم وحش. لا تقولي حاجة يا أست الناس. قلتها لك يا عدوي وكتبتها لك بإيدي. بص بقى ينوبك ثواب. بص يا عدوي حس باللي في ايدك. انا حرة يا عدوي، حرة ومش ملك حد غير اللي خلقني. محدش لمس منديلي غيرك. حرة. وعليك وعلى ريحتك. يا مولانا البنات بتقول اهو حرة ومحدش لمس بوظ المنديل بتاعها غيرك، ولا حتى الخنزير التركي ديك. واه دي طلعت حرة صح. دي حرة يا ست الناس. لا واه عليكي واه عليكي واه واه. اللهم صل على النبي عليك. ربنا جالك يا ست الناس. دام حرة صباح.
مشاعرك. وهو متولي عوقتك ده ليه ست الناس؟ وانا بقول الدنيا نورت ليه. اقف اقف تعالي هنا تعالي تعالي كرة القمر. معلش يا ست الناس جبتك في انصاص الليالي. ها اوعاك الرجاله دي يكونوا ازوكي في اي حاجه. ها ومعلش سامحيني مره ثانيه. اسامحك ايه بس يا عدوي، انا استنيت الليله دي من زمان قوي، من اول مره شفتك فيها. بقول لك ايه بصراحه كده، انت عاوزه ايه مني؟ عاوزه حقي يا عدوي. واه حقي كيف؟ انا عملت حاجه؟ زي ما بترمي نفسك في النار عشان حق الفلاحين اللي في بلدك، عايزك تجيب لي حق. وخرجت الكلب ده ظالمك فيه؟ انا عايزه حقي منك انت. مني؟ مني كيف يا ست الناس؟ سيبني مستنيه كل ده 6 ايام يا عدوي. 6 ايام؟ 6 ايام عديتيهم؟ 6 ايام عديتهم. وربنا على موازنت نفسي، واللي مكتوب في منديلك جنني. بقول لك حاجه، انت حره صح كيف ما كتبت في منديلك؟ ايوه حره يا عدوي. صح حره. الدهي وقالك حق عندي، بنت المحروسه ما تتكتفش خلف يد الراجل اللي يصونها ويحط في عيني. قلتي اللي انت تقوله يا خالي. كلاب خونة، كل اللي في السرايا دي كلاب. جنابك احنا متأكدين ان محدش دخل هنا نهائي يا باشا. مال ده ايه بقى يا فندم؟ ايه ده؟ مش ده الشال اللي كان لابسه أدوي في الحفل؟ ما يمكن جنابك اتسلت منه يومه، مش بعد كده يا باشا. مش صحيح يا فندم، مش صحيح. أنا بمشي في الحديقة دي كل يوم، كل يوم بقى يا فندم. أدوي هو اللي خطف هورية، هو اللي خطف هورية. أنا مش هسيبه، مش هسيبه حتى لو احرق بلد كلها. شكراً، كل سنة وانتم طيبين، والعاقبة عندكم دايماً في المسرات، وما نجركمش إلا في الأفراح وفي ليالي الملاح، ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على المصطفى خير الإنام وذكر الصحابة العظام وآل بيت النبي الكرام. وكل سنة وانتم طيبين ومدد يا عدوي. يا عدوي يا عدوي يا عدوي اطلع يا عدوي، وقت نوم. وعليك يا حشات، فوتنا على الفجر يا راجل. فيه الدنيا طارت ولي؟ الدنيا ولعت يا عدوي. قولي عسكر يخش الطريح في البلد كله وبيحرق في الزرايب والغيطان، وانت جاي تفوقني دلوقتي. قلت لك يا عدوي، قلت لك يا عدوي العمله دي ثقيله وهتطير مخه. قلت اللي فيه راح ينفضوا، اورد الفضيله باللي فيه. فين الرجاله؟ موجودين هنا الكبير. جيب الرجاله، جيب الرجاله قواب. Thank you.
فين العسكر يا حشاد اللي حرقوا البلد؟ وفين الناس يا ود عمي؟ انت اللي ريت بعينك ولا حدنا قال لك؟ واه واه عليك، واه واه عليك يا ود عمي. بعدني العسكر حواليك عدوي. ايه كل دول مش مالين هنيك؟ بعتني يا ود عمي. انت يا حشاد؟ انت حشاد؟ بعت العدوي؟ وانت صاحبك يا جعر؟ اخص عليك نفر. خلصت يا صاحبي، خلصت. ممكن تصح خايف على البلد وناسها؟ انا حميتهم من مين؟ ومن جنونك ومن الخراب اللي كان هيسرع فيهم كلهم. حميتهم مني؟ حميتهم مني يا حشاد؟ بالغدر ولي؟ انت اللي غدرت بالكل وطلعت قلبك. سيب البلد اللي يقدر عليها يا صاحبي. يسامها؟ يسامها لمين يا سحشاد؟ ليا انا عدوي. انا هامي البلد وحاكمها. قول انطق، فين حوريه؟ هو ده؟ هو ده؟ هو ده اللي بعتني وبعت اهلك وبعت ناسك يا جربوع؟ هو ده؟ هو ده؟ ها؟ بقول حاجه. فاكر ولا مش فاكر يا عدوي؟ فاكر ولا مش فاكر؟ اطلع حواليك، اطلع حواليك يا عدوي. أرضك هتفضل متدعسة من الغرب لحد اليوم الدين. معلش يا صاحبي، أهو نعيش يومين، نعيش يومين بعين مكسورة. إحنا نصنع عبيد ونصنع مطريات. عبيد يا عبيد. العبد عبد القرش والمصلحة والحر، حر بقلبه ولو كان فتي. يا ود عمي الله الله. العبد عبد القرش والمصلحة، الحر حر في قلبه ولو كان سجين. لك يوم يا ظالم راجل من ظهر راجل. ياك نسيت عبد النسوان؟ ها نسيت عبد النسوان انت ولا لا؟ عبد النسوان بس في الاخر راجل من ظهر راجل. ما اشترانيش طربوش كل اسبوع تنين ويلبسوك الطربوش. وربنا يحشاك طاري منك في يوم القيامة. بحموتك، حموتك يا حشا. هسامحك عدوي وهسيبك، بس قول انطق، فين حورية؟ فين؟ بعينك يا باشا، بعينك. حورية عاوزة راجل من ظهر راجل مش طربوش. قدرت على الأرض بالعسكر وقدرت على جربوع اللي كان صاحبي بالمال. أما حرية وربنا، وربنا يا طربوش لو قادر عليها على ست الناس صح. افتح صدرك وخذها من جوا بعينك. أمسكوك كلب ده، أمسكوك. ايه في راجل يقدر يلمس حتى من جدتي؟ أنا جبل والجبل ما يدريح. أنا العدوي أطربوش وانا واقف هنا هتعمل ايه؟ اموت ولا راجل منكم يلمس حته من جدة حريه يا كلاب. انطق عدو، انطق قول فين حريه؟ قول عدوي وانا اسيبك. سامحك عدوي. انطق فين حرية؟ اطفو اطفو عليك وعلى الحبل فيك يا تربو. اضرب اضرب دم الغلط. انا اطفو اضرب اضرب جامد جامد غلط. مدد مدد يا عدوي مدد مدد. Thank you.
مدد يا عدوي مدد. مدد محروس بيتك يا دي وزة، فقعتني كل دي خضة. انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ انت مال اهلك؟ وانت موصوف لي على رشطة حكيم، ما تحركش خطوتين لما تكعبل في كتتك. عايز ايه؟ احمد ربنا لقيتك، الحرم مقلوب عليك يا اخويا. انا مقلوب على حد مهم قوي؟ استنى بس، ده انت خليك معايا هنا، ده انت مرزق. هتسمع دلوقتي وصل عجب. وصل عجب في مين بقى؟ مين؟ حبيبك مين؟ سيدنا العدوي. العدوي؟ العدوي اللي في حارتنا؟ ايوه العدوي، صاحب المقام اللي في حارتنا. هو في غيره؟ ده طلع جامد قوي قوي. استنى بس خليك معايا، ده هيقول دلوقتي. ده احنا نبات لحد الصبح لسيدنا العدوي. انت كنت بتقول لي مين عايزنا في الحاره؟ لا خلاص بقى، كبر دماغك، احنا نقعد لسيدنا العدوي. خلاص مدد يا عدوي مدد. قطع رقبة أم ابن الصرم، واللي هيقول لي حرام هذا وقطع من العيشة في الحرام. يا عم حماصة، ما تهدى شوية واستنى لما الواد يجي. في إيه؟ يا جدع أهدى إيه؟ لا تقول لي روح ولا تقول لي شروح يا سامبو. الله، انت هتفرك زرابينك علينا ولا ايه يا عم الحاج؟ ما تهدى شويه يا عم حماصه. انا مش عايز بالنار اللي جوايا، انا مش طايق نفسي يا جدع. انت عامل فيها عبيط يا سامبو؟ الله، عبيط ايه يا جدع؟ ما تظبط الكلام، وربنا انا قلبي معاك. بس اللي انت بتعمله ده والهري والنكد ده، ده هيجيب ولا هيودي يا عم الحاج. هو انا لو شايف امه دلوقتي كنت طلعت النار دي في وش امه. بقول لك يا صاحبي، بص بقى، ما تزعلش بان انت محقوق في الطلعه دي. يعني انت مش لاقي محروس وتشيله؟ كمان ادم افهم، مرشدين المنطقه حافظين العيال شغالين معايا نفر نفر، حتى المكان هنا منمرينه. محروس ده عيل اهبل، لا حد هيثبته ولا يقلب اللي معاه، لا ميري ولا بلطجه. العالم كله عارف انه بياكل زباله يا جدعان، ولو قلبته مش هتلاقي في جيبه ربع جنيه. قول لنفسك عملت ايه؟ برمت عليه الميدان كله معلم، تحت الكوبري وكل حوار السوم، مفيش اي اثر. فالح خش. وبعدين في ابن الضايع ده عايزين ساعتين من نبقى حماصة. مفيش زفت مكن، مش شغالين النهارده. يلا غور انت كمان حماصة. حماصة ده شوية، مش يمكن الواد الحكومة قفشته بالصدفة كده ولا كده؟ يا تف من بوقك يا بلاش فلك العكر ده على الصبح. ضربين علينا تاني ولا ايه يا ولاد اللذينة؟ مالك يا جوجو؟ في ايه؟ الكلب اللي اسمه حماصة ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عكسك ده بقى ولا عمل ايه؟ هو يقدر يعملها تاني؟ ده انا كنت رزعته محضر تحرش ولففته مصر كلها كعب داير. يا دي المحاضر وسنينها يا بنتي، فاهميني الاول عمل ايه؟ شايل محروس مصيبه سودة من المصايب اللي بيشتغل فيها عشان يوديها لواحد من زباينه. يا لهوي، وانت عرفت منين؟ سمعت الحوار كله من شباك اوضتي دلوقتي، وشكل كده محروس اتمسك بيها. يا اختي، يعني انت بتكلميني عن زينه شباب السيده نفيسه؟ جرى ايه يا ماما؟ هي ايه القسوه دي يا بنتي؟ والله ما اقصد، بس محروس اللي انت حرقه دمك عشانه ده، لا بتفرق معاه تراب الحاره ولا برش اللومان. وبعدين ده واحد لا ليه اهل ولا بيت ولا عيل ولا حاجه يبكي عليها. تصدقي الحبس اكرم له، هيلاقي له لقمه ونومه واربع جدران يتووه. يعني بني ادم لحم ودم زينا كده يروح في 60 داهيه واحنا عادي جدا، علشان بس ما عندوش ولا فلوس ولا اهل ولا بيت. وهو ده بني ادم تعتمد عليه وتطلعه مشوار زي ده يا حمصه؟ انت بتستهبل يا راجل انت ولا بتستهبل؟ حبيبتي مفيش غيره دلوقتي اعتمد عليه. الحكومه سالنا اسنانها على الاخر وشد حيلها على الاخر. بعدين بقول لك الحكومه. يا حبيبي خلاص فهمت، يبقى كنا نتقل شويه لحد ما الدنيا تفك ونشتغل في امان. وسمعتي يا ولية، انا زبوني يجي يطلب مني الشغل اقول له استنى عشان الحكومه؟ والله لو في رقبتي يا حبيبي. ما انا خايفه لك كل رقبتك انت اللي جايه في السكه، ويكون الواد يتقفش بيها وقر عليك. لا يا اختي ما تخافيش. ما خافش ازاي بس يا حماصه؟ وانا ليا غيرك في الدنيا يا اخويا؟ ده انت لسه قايل لنا رئيس المباحث الجديد ده قرش ملحتك ومشاور عليك من ساعه ما استلم. هجيبه ان شاء الله، بس انا على الاقل محتاج 2 ضباط و3 امنه من الولاد اللي متربيين على ايدي. الدايره هنا زي الزفت يا حمدي، والاسم مفتح من كل حته. طيب اوكي، ادخل بلغه انت، بس قول له حسن عايزك ضروري تعدي عليه في المكتب وانا هفهمه كل حاجه. ماشي، سلام يا باشا. سلام. اتفضل سعادتك يا باشا. مين يا ابني اللي ماسك النبطشيه؟ عبد الله وصلاح وحازم بيه سعادتك. طب قول لحازم بيه محاضر السلاح والمخدرات،
تعدي عليا قبل ما تخش الإيراد. تحت أمر جنابك يا باشا. وهات لي كشف بأسامي المرشدين، عايز أبص عليه. المرشدين؟ حاضر يا باشا. مدغور أنت هتولد. عن إذن سعادتك، عن إذن سعادتك. ما أشوف آخرتها إيه مع الأشكال العرة دي. يا ابني خلاص بقى، مش عارف أكتب الزفت المحضر. حاضر، حاضر يا باشا، بس دماغي منملة يا باشا. هخرس خالص مش هفتح بوقي. بس حسبي الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل في النسوان كلها. وبعدين بقى انت هتمثل انا حمك ولا ايه؟ انا عارف ان انت حضرتك بطح نفسك مع سيادة الكويت ووكيلها بمزاجك. لم نفسك بدل ما ارتحت في وشك. هي سنة سودة، من اول ما شفته خلقته وقلت مش هتعدي على خير. هي سنة سودة، انا عارف. عريس جديد وبيذبح القطة، اديله فرصته، سيبه يعيش يومين. دي خمس قطة يذبحها الاسبوع ده، هو ايه؟ هيقضيها قطط. لا قول لي، طلب حاجة تاني؟ طلب كشف بأسامي المرشدين كلهم، شكله كده هيفتح نار علينا كلنا. هي ليلة سودا ومشبهة. باشا بص ايدك، الواد تهمني في المولد، بيقولوا فيها عصابة كبيرة بتخطف العيال. يا ست اهدي بالله، اهدي بالله، العصابة دي بتخطف ولاد الناس، ابنك ده ابن ناس، ابنك لا مؤاخذة ابن 60 في 70، اهدي بالله. اهو قال لك اهو، ابنك في 60 في 70، الصلاح يا حاج، هنعمل لك محضر الدولبالي. ادي اللي بناخده من الموالد والأسياد. نعم. أكلم حازم بيه من فضلك. أنا شيرين جلال المحامية. لا والله، حازم بيه في مأمورة يا سعادة. أموري أي خدمة؟ أنت الأمين عبد الله صح؟ طب أنا معايا دليل دلوقتي إن حماصة نونو بيتاجر في المخدرات. يا نهار أسود ومنيل عليا؟ بقول لك إيه؟ أنت تعرف محروس أبو خطوة؟ خادم ضريح العدوي اللي في حارة الدراويش. ولد غالين آمين. مدد يا عدوي، مدد. مدد. بس كله أدا وزة، كله كوم. والبقين بتوع العبد عبد القرش والمصلحة والحر، حر في كلبه ولو كان سجين. ده بس ما تعرضهاش يا محروس. ايه ده؟ لا يا وزه اللي تعرضها، ما تحترم نفسك يا اخي. مش كل موقف له جلاله وجدع انت. ايوه ايه اللي واحد شاف صاحبه حبيبه واكلين طافحين لقمه مع بعض وهو بيخونه عيني عينك. انت البعيد شبه الواضح عشان اصلك ومسيرك يا حماده يا وزه. انا بقول لك اهو، مسيرك يا حماده يا وزه هيجي لك اليوم، واخد بالك انت؟ ها؟ وهتبيع صاحبك حبيبك محروس ابو خطوه وتسلمه للباشا الظالم. انت هتعيش يا محروس؟ ده انت خدام ضريح العدوى يا محروس. تعالى بس كده. ماله يا جدع انت يا عبيط؟ وماله لما ابقى خدام الضريح بتاع سيدك العدوى؟ انا عشان بحبه يا جدع انت. ايوه انا بحبه وعاشق سيرته. تعالى بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلي بينا على النبي يا عم حماصه. كنت مختفي فين يا صلي بينا على النبي او صلي بينا على النبي. اخلص. انا كنت بقرا لك الفاتحه يا عم حماصه، واخد بالك؟ في سيدنا فيزا. فاتحه ايه يا ده؟ انا طب اسالني ليه الاول؟ صلي بينا على النبي وقول لي ليه يا محروس بتقرا لي الفاتحه؟ ليه يا روح امي؟ لان انا حاسس بيك وعارف اللي جواك، وربنا يهدي سرك. انت ما بتنامش يا حول. كنت فين يا ابن المهبوشة؟ بعتك من امبارح بالليل جاي لي النهارده بالليل. كنت فين؟ كنت فين يا كنت فين؟ انا هقول لك. صلي بينا على النبي. انت اخلص. بعد ما شيعتني يا عم الحاج، ها؟ انا قلت ايه؟ انا اروح اخد توك توك، وخد بالك منين؟ من عند الملك الصالح، من عند النفق كده بيبقى فيه ايه؟ لا لا. المهم يعني إيه؟ عارف الوسعان، ها؟ عارف اللي هم الدراويش الرجبيه دول اللي هو فرشين بقى ايه؟ فرشين بقى قبلها بكام يوم؟ فرشين يا عم حباصه والله العظيم زي ومالك عليا يا حلفان يا عم صابر. والله يا عم الحاج فرشين كده حوالينا فاهم، ومالين الميدان نهضوا، والله العظيم نهضوا فجاه كده، ها؟ وراحوا زي ما يكونوا حايمين حواليا كده، والله يا وز حايمين كده في الميدان، حايمين زي ما يكونوا مثلا سرب حمام في البجرانيه، وخدوني كده وانا كاني طير فرد شارد كده. وهم لقيت فين بقى؟ فين يا رحوم؟ في المولد. مولد؟ لا مولد. ساعت له؟ مولد ايه؟ قصدته؟ انا رايح اصلا اخد التوك توك، واخد بالك؟ لقيت في المولد يا ادنى شفت دم امي، انت كنت فين؟ والله كنت في المولد يا عم حماصه، كنت في المولد.
وبعدين وحصل ايه بعد المولد؟ كنت حياة المصحف عم حمصة ده، أنا كنت في ملك ربنا يكتبها لك والله العظيم ملك. بس ده طلع عمك العدوي ده، إيه ده سيدك العدوي ده؟ سيد العدوي، سيد العدوي، إحنا قلنا وقت يا عم عدوي الزميمة طول الوقت، إيه الحب والحركات ولا يا إيهاب توفيق؟ صلخ مجنون انت يا ابو عباس، مش كده ده احنا عشره واحد ابوك. اسمع الحاج اللي معاك فين؟ اللي ابوه معايا هو فين؟ صلوا بلا عندك عليه الصلاه والسلام. اخلص تتصعود ربنا وهو يا عم ده، وشوف وانا عليا ليك اجيب لك يا عم فرش عطاره فرشين ثلاثه، يعني ما فيش اي حاجه. يادها اقطع من جسمك نسائل، يادها اقطعك يا ابن سائل وهعلقك على باب الحاره. ياد فين الحاجه يا يا جدعان؟ يا حماص نونو يالا، يعني انا انت مش عارف لا لا نونو. لا لا يا حماص انا بعد اذنك يا حماص. لا كله ده هيجننك، لا لا صلح حاجه ما تقولش نفسك في ناحيه. هيجننك عايزك يا حماص. اسمعني بقى، ما تسرقنيش، انا ما خدتكش وما اخدش ابدا اي حد حبيبي. عن كل ده على ايه؟ على شويه عطاره برستين. اخذ ده وخلصها. خلاص يا عم، تعال تعال يا محروس، تعال اقف هنا بس يا انت وهو. ايوه حماصة، البنت المحاميه اللي ساكنه فوقيك ظرفتك بلاغ من شويه. يا بنت البطل، البنت اللي فوقيك بلاغ ايه؟ بانك شايلت محروس ابو خطوه فرش حشيش وبعته لزبون في الميدان. انت الصرمة، والبلاغ ده موجود عندك؟ يعني لو كان في محضر كنت هعرف اسلمه حماصة، كان زمانه عند حسن بيه، بس ستر ربنا انها اتصلت وانا استقبلته وسجدت له حتى ما فطمك. حماصه نظف نفسك يا حماصه، انا بقول لك اهو واقفل اي باب مفتوح دلوقتي، فاهم؟ يلا مع السلامه. مع السلامه. حته وسخه، المنطقه وسخه، اللي اشطنه ضحك عليه وفكر ان هو ممكن يتكلم على حماصه، ولا حماصه ده عضمه طريه يتاكل بنص درس. يبقى لازم يفوق، لازم يفوق عشان ما تاخدوش الجلاله وتاخد اللي خلفوه. معاش ولا كان اللي يقدر يعملها. مين ده اللي السجن يبلغ عن زينه رجال مصر القديمه بحالها؟ اهو استجرى وعملها وتلاقيه سامعنا دلوقتي وبيتحسر على خيبته السوده وبيتحسر على تمن المكالمه اللي فاحت في الهوا. هو فعلا بيتحسر يا استا حماصه، بس مش على تمن المكالمه اللي راحت ولا على خيبته السوده، لا هو بيتحسر على اهله وجيرانه والناس اللي اتربى في وسطهم. رجاله السيده الجدعان قوي اللي ما حدش فيهم اتهزل اللي بيحصل ده ولا انتفض في رقبته عرق نخوه لوجه الله. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ؟ الحقيقه يا عم نعيم، الحقيقه اللي كلكم شايفينها وباصين في الارض عشان خايفين من البلطجه والبجاحه. لا يا استاذه، عيب عليك الكلام اللي انت بتقوليه ده يخرج من واحده محترمه زي حضرتك. والله عيب اللي انا بقوله، ومش عيب لما بلطجي زي ده يحول الحاره الوكر للمخدرات ويعكس كل بنات الحته قدام عينيكم في الراحه والجايه وانتوا واقفين بتتفرجوا، وشايل واحد زي محروس الغلبان فرش حشيش يسرح بيه على زباينه، لا وايه يلطش فيه قدام عينينا كلنا واحنا واقفين بنضحك. يا فرحتي بيكوا. خبص حشيش بس يا حشيش، بس يا حشيش ايه لف التعتاره يعني؟ ما انت اعترفت اهو يعني. اعترف ده ايه يا بتاع انت؟ ليه؟ هو انا واقفه قدام قاضي ومش واخده بالي؟ ايوه انا اللي بلغت عنك يا حماصه، ويا رب يا رب كده تدب فيك الرجوله وتفكر انك تمد ايدك عليا او تمس شعره مني. يمكن
يمكن حد فيكم يفوق من الغيبوبه دي. صلوا على النبي بقى يا اخوانا. مش هي دي يعني؟ ايوه هي دي. طب اهو. لا 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 مش هيحصل. ايه يا ابني صاحبي؟ نزل ايدك يا ابني. نزل ايدك يا ابني. لا لا مش هيحصل. يا عم اهدى. لا والله يا عم فين؟ انت عارف انك مش هتعمل زواوي. هقول لك هتديني العصايه. يا ابني انت يا عم يا عم تعال 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 بس يعني وانا عشان مقطوع علي العهد ان انا ما بنتش ايدي هتبدع على رجليا ده كلام يعني يا مولانا؟ طب وماله؟ وماله؟ والله العظيم اشد مننا واكبر وخدع على ظهره ويا سلام على الجلد ويا سلام على الصبر. انا مش هسيبك يا مفروض مش هسيبك. ايوه ايه ما تكبت شويه يا عم الحاج ده انا قلت دي ايه دي ضربه راجل لا مؤاخذه اضرب جامد يا عم كفاره والله الله اكبر بدل يا عدوي بدل ارفع 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 الله الله محروس ابو خاطر اخر صفر على الشمال واصغر كلمه في الهامش وارخص جثه مستغله في اي مصلحه ومستعبده بتراب الفلوس. ولو فتحت الكادر شويه وشفت الصوره من بعيد هتفهم بقى ليه حماصة النونو مستاوي على محروس وهو ضامن ان مفيش مخلوق في حارة الدراويش كلها ممكن يمنعه او يقف قصاده. مين اللي ممكن يعمل كده؟ نعيم البقال هتاخد ايه من راجل عينه ما بتشوفش غير القرش ومشغل بنته في المحل بالاجره زي الغريب؟ انت يا بنت هنشوف اكل عيشنا ولا هنسرح في العركه وشغل العيال؟ ما تبحلقنيش امشي روح شوف الزبون. شحت المكوجي غلبان وضهره محني على القرش واي حاجه تحصل في الحاره يوطي راسه ويبخ همه في الهدمه اللي بيكويها. حوده فايبريشن بتاع التليفون الصيني والشحن على الهوا هو نفسه دماغ مضروبه زي العده اللي بيبيعها. لو فتحت مخه مش هتلاقي غير سيجاره بني وشويه نسوان. هتفضل طول عمرك عبيط يا محروس. بقى حد يضيع نفسه عشان بنت مضروبه زي دي؟ طب استنضف استنضف حته اصلي تستاهل الضرب. الشيخه سعديه البرنس كدي تزار هي صحيح بلوى مسيحه لكن مع اخواننا اللي تحت الارض مش اللي فوقيها. تصرف عفاريت وترضي الاسياد انما شياطين الانس مش سكتها. يا ابن الجزمه عليا النعمة الكلب ده لو عفريت سوداني كنت حرقت أمه في نار جهنم وخليته يهر زي العيال. هاتي ويل عبيت هتلف على زباين القهوة بقى هتلاقي الواغش والعاطل وبتاع المصلحة مفيش فيهم غير شعبان غيبوبة كان محامي شاطر قوي كان فاكر إن الوطنية والنضال السياسي هيعدل الميلة ولما شرف المعتقل 7 مرات دخل الغيبوبة وما طلعش منها لحد دلوقتي. عبيد عبيد عايشين عبيد وهيموت عبيد. سقراط قالها زمان قال السما لو مطرت حرية ناس كتير هتشيل شماسي عشان مش عايزين يبقوا أحرار عايزين يفضلوا عبيد. عبد الحلاق تلم وبارد زي المقص اللي في ايده واي شنب في الحاره يطول شويه هو المسؤول عن حشو من جذوره. ليك في شنبك يا عم الحاج وبقى الملك للمالك. ايوه كده اسم الله عليك. ايه هتعور نفسك عشان محروس ابو خطوه؟ يا بدا محروس محروس يعني حاجه كده من الحاجات اللي ربنا خلقها. سد خانة يعني زي النمل كده والصراصير. ارفع الكادر فوق شوية بقى. ايوه هتلاقي الأستاذ إبراهيم عودة نموذج مجسد لمدرس التاريخ اللي تقريبا طالع من كتاب تاريخ. عقله وقف
عند زمن الطرابيش والمقاومة الشعبية، ومش عايز يصدق الزمن الهستيري اللي هو عايشه، والود وده يحط عياله في تلاجة جايز يتبدل الحال وتتغير الدنيا ويقدر يطلعهم تاني. أنا قلت مش هفتح، يعني مش هفتح، كل حاجة على مذاكرته، بلاش هيافة وقلة عقل. حضرتك واقف تتفرج أهو. بنت عيب حد يتكلم بابا بالشكل ده، إيش حال ما كنتش أنت كبيرة يا ماما؟ ماما مش عايز يخليني أتفرج. تتفرجوا على إيه؟ هو أنت أول مرة تشوفوا حمصة البلطجي وهو بيرزي في خلق الله؟ يا ماما يا حبيبتي ده مش بيتخانق، ده بيمد محروسة بخطوة عارج ليه قدام الحارة كلها، وحضرتك عارفة إحنا بنحب محروس قد إيه. ده حرام يا ماما، والله العظيم حرام. يعني لما الحارة كلها تحتاج له وتنده له في أي مصلحة بيروح لها، ولما يحصل له كده محدش يدافع عنه. يا بنتي الناس فيها اللي مكفيها، محدش بقى ناقص مصايب من محروس دوت واللي زيه. يلا يلا روح روح يلا روح انت معاه. يلا يلا يا بنتي يلا يا حبيبي يلا. يا ابراهيم ابراهيم افتح بقى، مشي وخلاص. ده مش وقت حلال وحرام يا شيخ سيد، ده لا مؤاخذه درس ادب لعيل قليل الادب واستجرى علينا وطول لسانه، هنعمل له ايه؟ يا شيخ سيد ابعد انت ابعد انت، الله يسيئك، مش عايزين مشاكل، واحنا الحمد لله واخدين على كده، يعني الحمد لله. اسكت انت يا محروس يا اسطى حماصة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول والقادمين الغيظ والعافين عن الناس. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. بس يا وبعدين المفروض انت الكبير، يعني لو اي حد غلط فيك مش المفروض ان انت تصغر له وتعمل راسك براسه. لا اله الا الله، امال نسيب اي عيل جربوع يطول علينا؟ هنعمل له ايه؟ اديني ما انت عمال تديله من الصبح لغايه ما الراجل رجله ورمت. استعيذ بالله يا اسطى يا اسطى حماصه، وكفايه قوي لحد كده، ولا انت ناوي تزعل الشيخ سيد التهامي منك وتكسر بخاطره قدام الناس؟ اوعى تكون اتخدعت زي بقيه اهل الحاره وصدقت ان وقفه الشيخ سيد التوابي الحلوه دي وجدعانته يعني ابتغاء مرضات وجه الله ورسوله. لا ولا كنت اتهبشت في نافوخك وصدقت يعني ان المعلم حماصه قلبه خشع فجاه لكلمه الحق والهدايه نزلت فجاه عليه فشلت يداه عن الظلم والعدوان؟ امال ايه اللي حصل؟ اطفي الكاميرا وانا اقول لك. كاميرا؟ كاميرا ايه يا عم غزال؟ سيبك بس انت من الكاميرا دي وقول لي الاول. بقول لك في الكاميرا اسمع الكلام. الله انت صورت الحاره بكل اللي فيها، وبعدين ربنا رزقك بخناقه صورتها كمان، خلاص بقى في الكاميرا ولم تعابينك. ماشي كلامك يا عم غزال، ادينا لمينا التعابين وطفينا الكاميرا. قالوا كده يا عم؟ فهمني بقى اللقطه الاخيره اللي حصلت دي عشان فاجئتني الحقيقه وعايز افهمها. ولا حاجه يا سيدي، الشيخ سيد التهامي لا هي جدعانه ولا شهامه، والمعلم حماصة له أدب ولا احترام ولا جبران خاطر، الحسبة كلها حسبة المصلحة. مصلحة؟ مصلحة ازاي يعني؟ مش فاهم. الشيخ سيد وشلته وأعوانه بيمروا بأزمة كبيرة قوي بعد ما اتعاونوا مع إخواننا البعدة. ماشي أنا معاك، بس هم باعوهم ونفضوا إيديهم من اللي حصل. بس فقدوا كتير من رصيدهم في الشارع، خاصة في منطقة زي مصر القديمة بشوارعها وحواريها، فقدوا كتير مع الناس، الناس اللي هم ما بيفرقوش بقى بين الدقن المنكوشة والدقن المتساوية، لا بياخدوها كلها شيلة واحدة ويطلقوا عليهم لقب شيخ سني. والشيخ السني ما بقاش زي زمان، ما بقتش كلمته مقدسة ولا مقامه فوق الراس، بقى ملطوط وعينه في الأرض، عشان كده ما بيصدق يلاقي خشبه يتعلق فيها عشان يقب على وش الميه ويرجع في حضن الناس تاني، لو لقى الخشبه دي مش هيفوتها. خد يا ابني الحبل، لا حد يدور عليه ولا حاجه. انت ايه اللي جابك يا ابني؟ اللي جابك؟ اللي جابك انت عيان وعندك سكر الله يبهلك. لا 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 عندك عين استغفر الله. واحده واحده يا نهار ابيض اللي احنا فيه. الحمد لله يا عم، ده مش عايزين وش غيرنا واشد بنا. منطق برضه عن غزال. بس انا برضه عايز افهم حاجه، هو حماصه النونو فاهم اللعبه دي؟ طبعا فاهم، ده ملك الاوانطه،
طب ايه اللي يخليه يكسبوا البنطة دي على قفاه مع انه فاهم انها منظرة وحركات يعني وكده؟ اصل النونو كان شغال مع المشايخ دول بس في الضلمة، المشايخ اياهم كان بيورد لهم عيال في المظاهرات، وما كانش عارف الحكاية دي بقى غير الشيخ سيد. وهو دلوقتي النونو ايديه متكتفة عشان معاون المباحث الجديد، فالشيخ سيد ماسك عليه زلة، واي حد يمسك عليه زلة هو لازم يطاطي عشان يسد الباب اللي جاي منه الريح. حلو قوي الماتش ده يا عم غزال. هو ماتش حلو جامد وسخن ومليان لعب وحركات، بس المشكلة مش في الماتش. امال في ايه؟ في الكورة. كورة؟ ايوه، الكرة اتمرمطت واتبهدلت من شوط الباصة لضرب الجزاء، اتبهدلت بين رجلين اللعيبة ومحدش مديها فرصة انها تشم نفسها ولا تلصم جلدها، والخوف بقى ان الكرة تفطس وما تكملش الماتش للآخر. شكرا من عين، شكرا متشكرين منكم يا رجال. شكرا، يبقى تعالى بقى صلي هنا، مش كله جاب عمري جاب عمري يعني، تعالى صلي حضرتك شويه. معلش يا رجال، متشكرين. شكرا، يلا قرانا برضه الفتحه في جاب عمري. يلا يلا يلا، السلام عليكم. يلا يا محروس، يلا يا محروس، يلا يلا، تعالى تعالى اجمد بقى، اجمد اجمد. بس يا مشاكل كده عشان ما يشمتش فينا يعني، احنا ولا كاننا حاسين بحاجه. يا عم انت بتموت، تعالى اقعد هنا، تعالى اقعد هنا، تعالى على الدكه دي، تعالى. السلام عليكم. اجمد انت بقى، انت كنت فين؟ ولا انت مالكش دعوه يا عم؟ اجمد بقى وصلي على المصطفى. على اساسك بس اقعد بقى، في حد هيشوف نعمل ايه؟ طب عايز ايه؟ طيب انا صاروخ الاريض من ايه لغتنا؟ طب اجيب لك ايه؟ طيب لا جيت لحق اتنين صدوق. انا واقع صدوق ايه يا محروس دلوقتي؟ يا ابني انا العيان، انت هتزعلني، ما تضربني الطراقه. طب اجيب لك ميه بملح تحط فيها رجلك. عايز اتنين صدوق. ايه يا محروف؟ ايه يا عم؟ انت ازاي تسكت ولا حصل لك ده يا جدع انت؟ هو في ايه؟ عواطف. هو انت مستني بروحك ولا ايه؟ ده انت كف ايدك يا جدع يهد الحرب اللي فيها، ازاي تسكت؟ وحيات ابوك يا عم. انا حصيبك يا رب. انت هتفضل صايعه طول اليوم بره وتجيلنا في الاخر زي الحكومه في الافلام العربي. يا عم صايعه ايه يا عم؟ كنت بحدف زبونه لفم الخليج وربنا. وبعدين لو كان حد بس شايع لي الخبر باللي حصل لك ده اقسم بالله. ايوه ما انا عارف، انا هقول لك، انا عارف، انا عارف. ازاي تسكت يا جدع؟ انت داخل انت ايه؟ طب انت عامل هو داخل يقول لك انا اقول له ليه؟ عايز يا عيني يا اخويا، عايز سلامتك. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. عايز استني بالله اقعد. ايه استني بالله، استني بالله، بقول لك ايه؟ قوم استني معايا. يا وزن هنروحوا فين؟ هنروح فين؟ ايه على المستوصف اللي هنا؟ هنسيب الراجل رجله بتشر دم؟ لا مستوصف ايه؟ مش هنروح المستوصف ده، ممكن يقطعها له ويركب له رجله خشب. الله يخرب بيتك، انت بتعمل كده مع صحابك؟ امال مع عدوك تعمل ايه يا محروس؟ مش قصدي، لا احنا نروح للدكتور اللي فتح في اول حارتنا جديد ده، بيقولوا عليه كويس قوي. يلا بينا. عند عم رشاد بتاع الكبده. كبده تبع عند عم رشاد بتاع الكبده. يا وسام مالك يا ابويا؟ لا بقولك مش الله ما امشي الا بالكبده واتنين صدق. حاضر ماشي، حاضر ماشي، يلا بينا. بس يلا بينا. الحمد لله. عايز ايه تاني؟ عشان سجق كفايه كبده وسجق يا ستي، نعالجه الاول. ماشي. طب السلام عليكم يا رجاله. سلام سلام. شكرا يا عم. يلا انت بتشكرني؟ تعبناكم معانا يا عم. يلا، هو انت كل ما يحصل فيك حاجه ولا في دماغك كده؟ يا عم خليها لله، هم اللي ركبوا الذنب واحنا اللي ركبنا التفتف. هم هياكلوا في جهنم في الصرم واحنا هناكل كبده وسجق. مش ممكن. انا مش فاهم يعني المفتري ده كان بيضربك بيها محروس؟ ابدا الوضع يعني بخرزانه بلدي بس غشيمه شويه. هي باظت قوي كده ولا ايه؟ لا لا بسيط ان شاء الله. طب الله اكبر، هو طب الصداع بس انت ما تقلقش، ده عادي خالص. رضا امور يا دكتور. ناويين البتادي. يلا هاتي لي سبكترا جيلي وحوني الفلتريه. بس يا دكتور ما عندناش سبكترا جيلي. يعني ايه ما عندناش؟ يلا انزلي بسرعه هاتيهم من عند الدكتور ياوت. طب خلي عنك انت يا دكتور، اجيبه لك انا هاو معايا التوك توك بتاعي، اروح وارجع في السريع. بس اكتب لنا اسم الدواء على ورقه، الله يسترك يا ابله رضا. تعالي معايا يا عواطف. طب ماشي، ما تخافش يا اخويا، هاو ربنا يكرمك يا تيفا، ربنا يكرمك يا استكول. هي اللي اسمها عواطف، احنا بنقولها لطيفه بس عواطف. عواطف دي يعني معاها توك توك ازاي؟ ايوه هو التوك توك بتاعها وهي بتشتغل عليه، هو بتاعها التوك توك. معقول؟ يعني توك توك يعني ايه؟ حد بيضايقها كده ولا كده؟ ايه
انت شايفه الويل بعيد عنك طول اليوم. ولاد الحرام كتير يا دكتور، بس الحمد لله ولاد الحلال اكتر. يلا يا عمو يا مهرول ربنا يخليك. يسأل تخش هتاكله خلاص، مفيش مش عايز حاجه. طيب ايه فلوس؟ فلوس خلاص. بص طب هقول انا معايا حته بخمسه اشتري حشيش بده خلاص. في ايه في ايه يا جماعه بترغوا في ايه؟ مفيش يا دكتور الصراحه راحه يعني انا كان يعني كان في ورقتين كده في جيبي ايه الفلوس اتسلتت مني الظهر وانا مفروض على الدكه الصراحه. يا راجل انت بتهزر، ده انت فرشت العياده كلها على كتفك يا محروس وما خدتش ولا مليم. ده كلام برضه يا راجل. ربنا يديم المحبه يا دكتور، بس بالراحه على رجلي. الله 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 الله. يا بنتي انت عايزه تجننيني ولا عايزه يجيني شلل ولا غلطه على المخ عشان تاخد اجلي؟ بعد الشر عليك يا سجلال، ما تقولش كده. خايف عليا قوي يا ست هانم؟ كنت خايف على بنتك وقفيل عليها الباب قبل ما تعمل مصيبه زي دي. مصيبه ايه يا بابا؟ وبعدين انا مش شايفه حاجه يعني تستاهل الانفعال ده كله. كل ده وما يستاهلش؟ امال حضرتك كنت مستنيه ايه علشان انفعل واشق هدومي؟ مستنيه حماسه يضربك بالقلم قدامي ولا عيل من صبيان يرشك بميه نار؟ ليه يعني هي سايبه؟ وبعدين طول ما احنا خايفين منه كده بقى من حقه يعمل فينا اللي هو عايزه. ويعمل فينا احنا ليه؟ احنا ذنبنا ايه؟ احنا مالنا وماله؟ يا بنتي احنا مش قد الاشكال دي. انا طول عمري طافح الدم وما بقولش الاه عشان اجيب لك اللقمه اللي تاكلك والهدمه اللي تسترك والقرش اللي يربيكي. طول عمري لازق في الحيط وبشتغل زي العبد عشان يجي يوم واشوفك رافع راسي في وسط الناس. ومين قالك ان انا اقبل عليك العبوديه دي؟ انك تبقى موطي راسك وسط الناس ومستني ان انا ارفعها لك. مش بمزاجك ولا بمزاجي يا بنتي. الدنيا اللي احنا فيها كده، قانونها كده. الضعيف اللي دافع عن الحق ما حدش هيلحقه. لا قانون ولا اخلاق ولا شهامه. واديكي شفت بنفسك. الاسم اللي رحت تبلغي عن حماسه فيه هو بنفسه اللي بلغه. وسي محروس بتاعك كان علقه ما كلهاش حرامي في جامع. مش كفايه كلب زي ده كان لازم تقطع رجله من الحته كلها وما يعتبش هنا تاني. مالك حاميه كده يا موزه؟ حاميه ده ايه حماصه؟ انت مش حاسس باللي جرالك ولا ايه؟ الجربوع ده وقف لك يا نونو وكسر كلمتك قدام الحته كلها، يعني بكره اللي ما كانش قادر هيقدر ويتجرأ عليك. لا حاسبي ما تخبطيش. ده انا النونو يعني السيده والامام والمنطقه كلها، انت عارفه كده كويس. وما فيش كلب ما فيش صرصار في المنطقه ده يهز شنبته قدامي. امال ايه اللي حصل لك الليله دي يا راجلي يا سبعي؟ عيل درويش دماغه رايحه منه مهبوش وخد الطريحه المعتبره وقدام الكل. طب محروس وخلصنا منه، عملت ايه بقى في السنكوحه اللي بلغت عنك الحكومه وبرضك شبشبت لك قدام الكل؟ بعدين في الليله المعفره دي انت عايزه ايه يا وليه؟ ما انا اصلي بصراحه كده مش داخل دماغي ان البت دي بلغت عنك بلطجه وفرد دراع. يعني ايه مش فاهمه؟ لا يا اخويا لا يا حبيبي فاهم كل حاجه. البت دي شربت منك مرازيه وغلاسه لما طفحت يا نونو وما صدقت لقيت حاجه تخلصها منك. ده انت خيالك عالي قوي الليله دي. خيالك حلو. جرى ايه يا نونو؟ حلو بينفع برضه. اوعى كده ايدك ما تلمسنيش، انا مش عيله صغيره بضفاير عشان تيجي تثبتني بكلمه ناعمه وشويه شقاوه. جرى ايه يا وليه؟ انت ليله غم ولا ايه؟ جرى ايه يا نونو؟ انت مش طول اليوم تبحلق عينيك في نسوان الحته وتقرفهم ولما يحلقوا لك ويتنططوا عليك تفتكر الكلبه اللي راميها في البيت طول النهار. الله عليك يا عم غزال، انا عايز اقول لحضرتك ان دي رابع مره اجي لك فيها من ساعه ما عرفت. كل مرة بروح بيها ببقى شايل على كتافي يجي 20 سنة ثقافة وفن وإبداع. بطل الجو المأفور ده بيعمل لي انتفاخ. أنا بقول لي بقى، أنت الفيلم اللي بتعمله ده هل يعني أنت هتعرضه في مهرجانات هنا في مصر ولا بره مصر؟ جوه وبره طبعًا. التركيبة والتشكيل اللي قدامي دوت لو اتعمل بالكواليتي اللي في دماغي هيكسر الدنيا. ايوه. واسمك بقى هيبقى ملعلع في كل حته في العالم يا عم غزال. المستشار الفني غزال. طب والله اسم سينمائي. اللي انت بتقوله ده
اوعى تعمل العمل السودة دي لخرب بيتك. تخرب بيتي؟ تخرب بيتي ليه يا عم غزال؟ هو في ايه؟ ده حقك. حقي؟ الله الغني عن حقي يا سيدي. لا لا لا، انا ما احبش الشهرة والنور والاختلاط بالناس والكلام الفارغ ده كله. انا لو كنت عايز اشتهر كان زمان اشتهرت من 20 سنة فاتت، مش هستناك انت لما تكتب لي المستشار الفني. انا مش فاهم حاجة يا عم غزال، هو في ايه؟ تكونش عامل عاملة كده وهربان من حكم ومستخبي هنا زي حسين رياض في فيلم شارع الحب. لا عسل يا واد، دمك خفيف قوي يا اخويا. امال ايه؟ ما انا مش فاهم حاجة. عموما خلاص خلاص، انا اسف، اوعدك اني مش هكتب اسمك ولا هجيب سيرتك خالص ولا كاني اعرفك. خلاص اهو كده، ولو انك طيرت في جالي القهوه من دماغي. خلاص يا عم غزال خلاص، انا اريحك مني خالص. هتنزل بقى الاجتماع بتاع كل ليله. الناس والله هاريني رسائل ولازم انزل لهم. عموما ميرسي جدا على السهره دي يا عم غزال، شكرا على القهوه اللي انت شربتها لي. ميعادنا بكره ان شاء الله يا عم غزال. ها يا عم غزال ما ردتش عليا، ميعادنا بكره. خد السلام عليكم. مع السلامه يا سيدي. ايه الاجتماعات اللي بيروحها في نصاص الليالي دي؟ يكونش الواد ده جاسوس وبيشتغلني؟ ايوه انا وصلت اهو، انا في نفس المكان اللي انت قلت لي عليه. انت اللي فين؟ بس خلاص انا شفتك، انا وراك. ورايا؟ ايه يا نور، في ايه؟ غيرتي المكان ليه؟ مش قلت لي جنب ال... انا امن بكتير، وبس بقى بطل رغي، وحشتني يخرب بيتك. يا لهوي، بموت في طولة لسانك. لساني بس؟ طب وعنيا وشفايفي اللي كتبت لي فيهم رسالة شعر قد كده امبارح؟ ده بس ايه رأيك؟ عجبتك ها؟ حبلتني، دوختني، قعدت اقرا فيها طول الليل. اللي قول لي يا مضروب، انت بتجيب منين الكلام الولع ده؟ انت مخرج ولا مؤلف ولا ايه نظامك؟ مخرج دي هناك عند الناس المايعة اللي ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة. إنما معاك أنت بقى يا نونو، عجينة كده في إيديكي، خاتم في صوابعك دي، شبشب في رجليك. ينيلك، شكلك متعقد من كتر الدلع، وكان نفسك في علقة حريمي كده من صغرك. أوي 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 يا نونو، نفسي في علقة من إيديك الحلوة دي يا ست الناس. غالي وطلب رخيص يا قمر أنت. بس بقولك إيه؟ تأخرتي عليا كده ليه؟ انا قعدت ارغي مع عم غزال ده لحد ما فقدت الامل اساسا، على بال ما طفشت البغل اللي عندي. فضلت عكنن في امه واخترع له في اي عكنن لحد ما خد في وشه وغار. هو ده يا نونو. ايوه يا ولا. بس بقى يا مجنون، يخرب بيتك هتوديني في داهيه. انت بتقولي فيها؟ انا خلاص اتجننت بجمالك وحلاوتك البلدي اللي فيها وسدي. يا سلام، يعني انت عايز تفهمني ان الموزز بتوع سيما اللي بتقعد معاهم دول مش عاجبينك، وانا بقى ال... موزز مين وسيمه مين يا ماما؟ ده كله بلاستيك، ده نصهم مكياج والنص التاني بيبات في عيادات التجميل. دول بيصرفوا دم قلبهم عشان يبقوا في ربع جمالك وحلاوتي. طب انت عارفه، لو سبتي لنفسك بس يا ماما لحمل منك اشهر نجمه في مصر. نجمه؟ اه. والنبي صحيح، يعني انت قصدك يعني امثل كده؟ وماله؟ يا لهوي، محروس. وماله؟ ايوه يا نور. بس بقى يا مجنون، يخرب بيتك هتوديني في داهيه. انت بتقولي فيها؟ انا خلاص اتجننت بجمالك وحلاوتك البلدي اللي تهوز دي. يا سلام، يعني انت عايز تفهمني ان الموزز بتوع سيما اللي بتقعد معاهم دول مش عاجبينك، وانا بقى ال... موزز مين وسيمه مين يا ماما؟ ده كله بلاستيك، ده نصهم مكياج والنص التاني بيبات في عيادات التجميل. دول بيصرفوا دم قلبهم عشان يبقوا في ربع جمالك وحلاوتي. طب انت عارفه، لو سبتي لي نفسك بس يا نونو لحمل منك اشهر نجمه في مصر. نجمه؟ اه. والنبي صحيح، يعني انت قصدك يعني امثل كده؟ وماله؟ يا لهوي، محروس. وماله است كل؟ وماله لما تمثلي وترقصي كمان؟ بس الكلام ده بيبقى في النور وعلى عينك يا تاجر. ها
مش في الضلمه والخرابات، مشكلة ليه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، والنبي يا محروس افهمني، انا اصلا كنت يا ست الكل مش وقت، اجل الفجر قرب والرجل هتسرع في الحته، غطي وشك وبينا نتوكل على الله. حاضر حاضر يا اخويا. انت محروس صح؟ محروس ابو خطوه. طب والله عم غزال كان معاه حق لما قال عنك انك راجل مجدع واصيل وابن بلد. بقول لك يا استاذ، عم غزال ده راجل طيب وحنين ومن اجدع الناس، مش كده؟ مش كده؟ طبعا ما يستاهلش الغدر يا استاذ، والله ما يستاهل الغدر. ايوه صح، مش كده ولا ايه؟ صح؟ صح طبعا، صح صح ولا ايه؟ يلا يلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. هذا فاتح. السلام عليكم استاذ. محروس انا عرفت اللي حصل من حماصه وبهدلته، والمصحف الشريف بهدلته اخر بهدله، وقلت له ازاي تعمل كده في الراجل الطيب ده، عمره ما اذى مخلوق في الحاره. صدقهمش يا استاذ سلام. هما مين دول؟ صدقهمش، اسمعي مني، انا زي اخوك، ما تصدقيش الرجاله المزاجنجيه بتوع الجمال الرباني بقى والدلال السلطاني كلام كلام كلام، تمهم قاطعين الواحدة من دول ويزنوا ويوسوسوا لحد ما يوقعوها في الغلط، وبعد كده بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ يداسوها برجليه. محروس انا والله العظيم وكتاب الله انا عارف ان انت يعني معدنك صالح وبذرتك طيبه، بس هم الابلسه بقى اللي حوالينا شكلهم حلو كلامهم احلى، ما تصدقهمش يعني، ما تصدقيش خصوصي بقى بتوع السيب ده واللي بيمثلوا يعني، هتعرف ازاي يعني انت فاهم اللي في دماغه لما يمثل عليك هتعرفي منين؟ وانت ايش عرفك بتوع السيما يا محروس؟ والله زمان اشتغلت لي شويه كده في اسكندريه في الصيف في مسرح في البوفيه يعني بتاع، وكان فيه وقتها واد عامل زي الباب كده ممثلات حليوه ومستحلي نفسه وشعره لغايه هنا كده، كل يوم بقى كل يوم الاقي ماسك يعني الحمد لله بنت من الغلابه اللي بتمثل الكلمتين دول او ما بتتكلمش خالص، وبنت من مثلا اللي بيرقصوا ورا دول، وعمال اسطوانات كده واخدها في حته، تاني يوم الاقيها بتعيط وواحده صاحبتها بتوصيها، واللي بعده الاقي اللي كانت بتوصيها دي هي اللي بتعيط وواحده ثالثه بتوصيها. الله وربنا اداله نصيبه، ما عندناش نشوفه وهو باين النسوان كده يعني لبوزها كلت دماغه أو بينها كليته كله. بس سلام كلنا بنغلط، بني آدم خطاء أحلى حاجة في الدنيا، بيغلط ويفتكر. يا سلام عليكم. عليكم السلام. أيوه يا سيدي اتضربت اتضربت يا عم شاكسو، استريح يا أخويا، الكلام كده يبقى بينا، جاي تكلمني في وسط الناس اتضربت اتضربت ضربت يا سيدي، كل الناس بتتضرب، في واحد حبيبنا ها؟ لا ما تستهبلش وبص لي، في واحد حبيبنا ها؟ جبناه وهو مربوط برقبته والعيال مش كده اللي ايه؟ انت شكلك ابن ناس يا حول الله، انا مش فاهم انت جاي منين؟ حكايتك ايه؟ ضربونا يا مش هكسب، كتفوني وبددوني كده بعيد عنك زي الخروف البلدي في ليلة العيد. بس خلي بالك العلقه دي علقه رجوله وجدعانه، خلي بالك يقطعوني يا عم 100 حته، انما واحده من الحليب بتوع الحته تتضرب ليه؟ نخيب احنا ولا نخيب؟ امال يا دي يا شاكشو لو كنت بقى سمعت حكايه سيدنا العدوي، يا لهوي انا ده ايه؟ بيقول لك كان بياخد كل كرباج سوداني والتاني ايه؟ وواقف سيف علشان ما يوطيش على رجل الباشا وايه؟ ويقول له انا كلب. خلاص يا باشا. يقول له مثلا انا ارنب، انا قطه. يا زكسو.
بس تصدق بقى، تصدق انا اللي حاسس في نفسيتي ايه؟ ها؟ ان هم يشتغلوني ويدوني البتاع كده وادور عليها وانا فاكر انها عطاره وهي حشيش. حشيش. استغفرك واتوب اليك. يا عالم بقى، يبقى ذنب كده جاري واحنا شغالين في انت ايه؟ انت بتيجي تاكل وتنام بس مش اكسون. بقول لك حشيش. حشيش. ده الحشيش ده انا ولا جيت جنبه ولا لمسته اساسا بنيجي 20 سنه، بس خليها في سرك. ابراهيم، ابو ادهم، ابراهيم ما تصحى بقى يا اخويا، غلبتني. حاضر حاضر. هتفضل تقول لي حاضر 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 كده لحد ما يروح عليك الفجر والسفر كمان. تعبان تعبان قوي ده، تعبان قوي بجد يعني. انا قلت لك امبارح نام بدري ما تسهرش، انت اللي قعدت سهران تتصعب على محروس واللي جرى. وهو يا اخويا محروس اهو زي القرد عمال يبرم في الحارة. يلا يا اخوانا. ايه يا عم ابراهيم؟ يا عم ابراهيم اصحى بقى، انت عندك 4 ايام غياب، سيدك العدو بيسال عليك. صح يا محروس، صح ونازل. رجلك عامله ايه؟ والله حاجه ادينا بنرفص. يخيبك انت يا واد، مفيش حاجه بتهدك؟ والله يعني قالوا لي اذا مرضت فهو يشفيني، الحمد لله على كل حال. ونعم بالله. واد يا محروس. اه ابله سعديه، تعال عايزاك. عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه معسل؟ ما معسل ايه دلوقتي؟ تعالى يا واد، تعالى ما اقول لك. ايوه يا ست الكل، عايزه ايه؟ انا بقى خدمتك خدمه هتدعي لي عليها العمر كله. النبي صحيح. امال ايه؟ خدت لك حقك من الحلف اللي اسمه حماصه؟ خدت لك حقك من الحلف اللي اسمه حماصه ده تالت ومتالت. عملت ايه؟ عملت ايه يا ابله سعديه؟ اوعي تكوني رحتي بلغتي انت كمان زي الاستاذه، احنا مش ناقصين. أبلغ ده يا واد؟ إحنا مالنا ومال الحكومة؟ أنا فتحت الخلوة امبارح وسهرت فيها الليل بطول. لا إله إلا الله. سلطت لك عليه مريض هندي، إنما إيه؟ يحرق بلد بزيها. ما بلاش الهندي ده قبلتي، بلاش كلها قبل سعادة الهندي ده، النوبة اللي فاتت قلت لي الهندي هيطير الكوابيس، طير الكوابيس وقعد لي هو، فين وفين؟ ما اتصرفش إلا لما قلت له أنت فاكرني أنا من اللي بيحبه بتشان قريب ده، أنا على قديمه وصراش. اللي شيعته النوبة اللي فاتت كان هندي مسلم طيب كده وبتاع ربنا زي شاروخان. ايوه، انما ده بوزي بيعبد النار. تف في عمرك يا واد بسرعه، تف حاجه كده هتجيب اجل امه بعون الله. قول يا رب. يا رب كله باذنه. يا رب كله باذنه. يلا يا اخوانا بالاذن، يا اخوانا يلا حاجه تسوق انت كده. ايه يا اخوانا؟ فايبريشن حبي. راح فين يا حبيبي؟ على الفيلا بتاع البابا. بقول لك ايه يا محروس، انا مش شايف قدامي ومش طايقك، اديني متنيل اهو مروح. سلام عليكم. طب خد رشد، اولا انت هتروح كده يا حبيبي كده لما تيجي تروح، بس انا بقول لك ايه، مش انت دلوقتي بما ان المزاج عالي والليله حلوه مش خدت يا عم حقك؟ ايه يا عم، تعالى نديله حقه بقى. هو انت بتلملم الزباين لسيدك العدوي ده وخلاص؟ يا عبيد افهم، انا اخوك وقلبي عليك. طب جرب انت بس اسمع كلامي، بس اسمع كلامي وتعالى نختار. احنا هو وادي الجمع وادي الفجر. ياد هو هيرمي لك بعد كده زباين بالعبيد، اسمع الكلام. ما انت مش فاهم حاجه. فهمني يا اخو. انا يا محروس ما يجوزليش. ما يجوزلكش ايه؟ تصلي؟ صدقني. ليه يا اخويا؟ صغير؟ لا كبير، بس انا لا مؤاخذه ضارب سيجارتين بني ولا مؤاخذه يعني زيتهم لسه على لساني. لا سيدك بقى، الامام الشافعي قال لك ايه؟ قال لك لا يجوز بس تتمضمض يا اخ فايبريشن. يلا خد. يا الله الخدني يا عم، خد فيك حسنه. كل هم حته اجي لكم من هنا البركه بس، وانتوا كلكم في خير. مش طب انا اهو عمال سمعت ربنا الواحد عمال يلف اصلا الرجل الواحد اساسا دلوقتي، يعني والله العظيم انا ما قادر اصلا طول، انما الحمد لله وادرين وفينا نفس وبنقول يلا يا اخوانا عشان نصلي. يا بابا. لا اله الا الله، سيدنا محمد.
يا ابن الذين هابوا عملوا الصلاحات انت يا اخي. يلا يا اخوانا. صاروخ نار يا ابن الذين هابوا. يلا يا اخوانا عشان بس الهند يا ابو صالح. يلا يا اخوانا. الله يخرب بيت ابوكوا يا فاشلة يا جزم يا عرّة. بقى نطلب منكم بيانات باسامي المرشدين والمصادر الجنائيه. تجيبوا لي بيانات ملعوب فيها اسامي نصها ميت والنص التاني مسجل وبينفذ. يا باشا وربنا كل الاختصاصات كانت معمايه بسعادتك قبل ما يتنقل. برضه هتحملوها على الميت والغايب واللي مش موجود. ماهر بيه اللي اتنقل وفلان بيه اللي راح في داهيه. كل ما اسال على حاجه في الاسم ده يا راحت في الثورة يا اتفربت في الهوجة. ما ده اللي حصل سعادتك يا باشا. انت بالذات تخلص خالص. مش انت ادي اللي ماسك جداول التنفيذ بقالك 5 سنين لحد دلوقتي؟ تمام سعادتك يا باشا. ده انت دورك جاي يا حبيبي. قسما بحق جلال الله ورحمة امي لو طلع غلطة واحدة في الجرد لا تشوف على ايدي اسود ايام في حياتك. حازم بيه. تمام يا ريس. الواد ده تجرد شغله كله بنفسك وما يمشيش بالاسم قبل ما يجيلي تقرير نهائي بالنتيجة وكشف تفصيلي بكل الاحكام العطلانه. تمام يا ريس، الليله هيكون عندك. ربنا يخلي سعادتك يا باشا. يلا غوروا. حسن بيه حسن بيه، اخرتها ايه الحكايه دي؟ جرايع عزة، الموالي العثماني ده بقى مش هنخلص منه ولا ايه بالظبط؟ ايدي على كتفك يا باشا، قول لي سعادتك احنا خلاص فاض بينا ومش عارفين نعمل معاه ايه يا باشا. خد يا ابني هات لي علبتين سجاير نبدا بيهم حرق دمنا النهارده. تحت امر سعادتك يا باشا. عمل ايه بقى بسلامته كمان؟ سعادتك قول ما عملش ايه؟ ده مفيش ورقه بتتعرض عليه والا بيطلع فيها القطط الفطسانه. اسمع يا عزت، النهارده بالذات انا ما عنديش استعداد اضيع دقيقه واحده في العك والكلام الفاضي بتاعكوا ده. انت عارف فؤاد بياكن؟ ومين في مصر ما يعرفش عيله ياكن واللي منها يا باشا؟ اهو الوحش ده بقى جاي لي في زيارة خاصة النهاردة، والزيارة دي متوصي عليها من أعلى اسم في التفتيش. الله أكبر، تبقى فرشة انتخابات، عشان كده سعادتك مش عايز نعرف سبب الزيارة ولا ده ولا ده، الأهم من ده كله إن تيمور بيه كان أبو الراجل ده يبقى حبيب معالي وزير الداخلية، وبيقضي معاه يومين في الأسبوع، وفي بينهم بقى صحوبية وأعمال وبلاوي زرقاء من اللي أنت فاهمها. يعني بالبلدي كده دبة النملة اللي هتحصل هنا هتتسمع في التو واللحظة فوق. رايحة فين حضرتك؟ عايزة أقابل حسن بيه بعد إذنك. مين سعادتك؟ شيرين جلال المحامية. آه بس حسن بيه مشغول دلوقتي سعادتك. ولما هو مشغول بتسألني أنت مين ليه؟ ولا مستني تعرف أنا معايا واسطة ولا معايا ربنا؟ معايا ربنا يا سيدي. بالراحة يا أستاذة لو سمحتي، ما ينفعش كده. أنا برضو اللي بالراحة؟ طب إيه رأيك بقى؟ أنا مش بتعتع من هنا غير لما أقابل. إيه؟ أنت عارفة معنى اللي بتقوليه ده يا أستاذة؟ يا فندم انا لو مش متاكده من الكلام اللي بقوله ما كنتش حملت نفسي المسؤوليه وصممت ان انا اقدمه لحضرتك في بلاغ رسمي. طب وايه اللي خلاكي متاكده قوي كده؟ عشان اتصلتي بالامين عبد الله وما حصلش حاجه؟ لا يا فندم مش هو ده السبب. حماصة النونو هو اللي قال الكلام ده وقدام الحرب حلقه. حماصة النونو قال ايه اللي اسمه حماصة النونو ده؟ قال ان اللي بلغ الحكومه الحكومه بنفسها بلغته عنه وكان هيضربني قدام الحته بحالها لولا بقى محروس هو اللي دافع عني وكل بسببي علقة موت. وبعدين؟ يا فندم صدقني البلطجي ده واخد الحماية الحقيقية من هنا جوه الاسم مش من الشبيحة ولا الصيع اللي حواليه، وعلشان كده ولا بني آدم في الحارة يجرؤ إن هو يشهد عنه بكلمة واحدة ولا حتى يبلغ عنه. وصلني يا ابني بحازم بيه. حازم بيه عايزك تاخد عربية دلوقتي وتطلع على حارة الدراويش، تجيب لي واد من هناك اسمه محروس أبو خطوة. بسرعة. محروس؟ محروس إيه يا فندم؟ هو حضرتك هتقبض على محروس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا خلصنا ابو خطوه راشو يا مستعجل عطلك يلا
اجمد باشا. طلع على الله. الله ينعم عليك يا باشا. احسن رجال. احسن رجال. هنقول لك كده؟ ده الفل كده. خد نفسك بس الاول وريح كده. كله على الله. لا كله على الله. مستعجل على ايه؟ ايه؟ خد الواد ودك ولا الدلوش احنا عليا. خد حاسب الواد الفقري ده. ما تنساش تقول له يجي بكره عشان ياخد نقلة الدقيق. نظبط معاهم كله تمام. حاضر. بس ايه ده؟ لا ده مش هينفع. ليه؟ مش هينفع كلامنا. مش هينفع. ايه؟ مش هيرضى يعني؟ ليه؟ مش هيرضى يا عم. مش هيرضى عن ام مراجي دي. عيال زباله ملهاش لازمه في الحياه. قاعده في كل حته ومتنطوره على الصفر. في ايه ده؟ ما يصدق يلاقي نقله بكام فرد. لا اله الا الله. بقول لك جشعيق. ايه؟ قال جشعيق. جشعيق. اه والله. والله احنا بنتعلم منك اعمل عليه صراحه. جشعيق. هو هو جشعيق فعلا. بس اصل هو احنا عشان كده ايه؟ كله بقى جشعين كده. فالواد ده على قد ايدنا وبتاع. تعالى خد مش عارف ايه. مين مين دلوقتي هيعمل النقله دي باربع كارتات كده؟ مش هتفشل معرات. مش هتفشل. بقول لك كويس عليه. كويس. ده مش لاقي نقله ينقلها بخمسه جنيه. يا عم نعيم انت مش عايش في الدنيا. انت مش واخد بالك اللي حصل امبارح ولا ايه؟ ايه حصل ايه؟ لا اله الا الله. مش البنزين غالي؟ والله ماشي. والله العظيم بنزين غالي والسولار الدنيا هتولع. العنقبه دي حكومه يا اخي. لا بلاش العنقبه دي حكومه. ده انا مش عارف اقول ايه بس عشان يا خبر هم لو شايفين شغلهم ما كانش يحصل اللي يحصل ده ابو خطوه. معلش بقى ربنا على المفتري. بس عشان كده احنا بنقول ايه؟ الواد ده كمان غلبان واخد بالك وبيجري على كوم لحم. بقول لك الناس بتاكل في بعضيها. ريحها بقى. ما تساعده يابا بقى. ايه خلص اديله يابا. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. انت موافقه؟ يلا يا عم نعيم بقى. خد من بوق الاسد. يا سيد بوق الاسد بس ده من قلب الاسد. ايوه. صورك. عايز صورك يا محروس. ده بالله خليه يعيط. يلا شكرا ابو خطوه. بكره باذن الله. بس روقها بقى ودي مفيش دي ايدك ورجلك ولا ايه؟ عينيا ابو خطوه. اي بس ده انت الود ودك تشرب البنزين. يلا توكل على الله. ينصر دينك يا محروس. والنبي ما حد بيفش غلي ويطلعها من تحت ضرسه غيرك. يا محروس انت فين يا جدع؟ خد جبت لك سندوتشات شق ريقك. متشكرين قوي. متشكرين يا تيفا. بقول لك ايه؟ انا زعلان مش هتكلم معاك. زعلان ايه بس يا محروس؟ ما حصلش حاجه يا جدع. لا حصل. ازاي بقى؟ انا كده مش في مقام اخوك وما ولا حاجه. ازاي يعني امك تتعب امبارح وتوديها القصر ما تكلفيش خاطرك اكون معاكم؟ ازاي يعني؟ مش اخونا. ازاي يعني يا محروس؟ هو احنا لينا غيرك؟ بس كنت هناديلك ازاي يعني واحنا مصلبينك بالعافيه بعد عمله الموكوس الجعير اللي ما يسماش ده؟ انا بقول لك ايه؟ خصيمك النبي ده زارع ودانه تحت الارض. ما بتهتش يا محروس. يزرع ودانه مطرح ما يحب. انا ما بتهتش. وخلي بقى دكر فيهم كده يفكر يرازيني ولا حتى يمس شعره مني. ايوه يا اختي وانا في الاخر اللي بشيل. انتوا تجعجعوا والرجاله كلها تتنعرر وساعه الجد انا اللي في وش البدفع واتضرب وانتوا طياصوا. اتضرب وانتوا يا سلام. الله اكبر. خليك لينا يا محروس. خد كل بقى. جبت لك اتنين سفلانس وواحد بتنجان. خلي بالك بقى من الشطه اللي توحوح مني. ها امك عامله ايه؟ كويسه؟ احسن مني ومنك. ما تقوليش بقى. قولي الحمد لله. الحمد لله. خد. لا انا اكلت. كل انت يا عم محمود. اهلا اهلا يا بنت. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. ماما عاوزاك عشان تمسح السطح وتمشي السجاجيد. لا من عينيا الاثنين. وانا بس هاكل لقمه واجي وراك على طول. يا ابو سهل ابعد. كسر بقى هتقف هادي الياله. انت محروس ابو خطوه؟ على حسب. هو ايه اللي على حسب؟ ايوه يا باشا انا محروس ابو خطوه. يلا ركبوه. يلا يلا واخدين على فين يا باشا؟ يلا انت اطلع. خلاص اطلع. وتقول ايه يا عم؟ مش سامع اي حد منا في المصيبه دي. حاضر يا عم. ماشي هجيب لك شنين المحاميه. هجيبها لك واجي وراك. ما تخافش يا اخوي. ما تخافش يا محروس. مين قايلك يا محروس؟ الواد ده نجمه معقد معايا كده ليه؟ يكونش اترصد وانا مش حاسه. الحته كلها مرصوده يا معلم. انتوا اللي كلتوا من فتة الاعلام ونمتوا في ميه البطيخ.
ازاي بقى يا استاذ شعبان؟ من غير ازاي؟ زي ما كل حاجه قدامك واضحه زي عين الشمس اهي. البلطجيه بتوع زمان رجعوا من اول وجديد ومحدش قادر يلمهم. داخليه مشمره وطايحه في الخلق. كان ما فيش ثوره هامت ولا حاجه ولا ناس ماتت وناس اتعورت وبقوا بعهات. لك البلاوي علم همك همك. يا اختي تنيلي على عيني. بقول لك انا بنفسي مشيعه له مارد عشان ينصفه ويفك نحسه. اصل اللي زي ده عايز نتايا يا ستنا مش ذكر عشان تلفق مع قرينه وينفك المربوط. نتايا؟ ايوه النبي يا بت يا منال عندك حق. فاتت عليا ازاي دي؟ طب ده انا عندي واحده مجرمه سلكويه وشعنونه ولا بنت الملك الاحمر. مش انا اللي سايق. لا مؤاخذه يا جدع هتهدي بقى. لقيتنا ايه يا استاذ؟ انت في حد يعمل ناس بالوقاحه دي؟ انت مالك انت؟ انا مالي؟ لا 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 خلاص يا اخوانا صلوا على النبي. معلش هو بس كان بيقول لي يعني اتوكل على الله وهو ايده بس ربنا مبارك له في الصحه يعني شويه. لا خفيف قوي يا روح امك خفيف قوي. اوكي خمس دقايق بالظبط وهتعرف انا بقى مين. في مكتب مامور الياس. الوش ده يا ابني في ايه يا ابني؟ سعادتك الهانم من الصبح قاعده بتبهدل فينا ومفيش حد هاممها. حازم الحناوي معاون المباحث. خير يا هانم؟ انا مش هانم حضرتك، انا سلمى الطحاوي عضو المنظمه الدوليه لحقوق الانسان ومش هسكت على اللي بيحصل ده. طب ممكن بس تهدي شويه وتقول لنا في ايه؟ مفيش حاجه يا فندم. اللي حصل يا فندم ان مفيش حاجه بتتغير. لما بني ادم زي ده تتعاملوا معاه بالوحشيه دي يبقى مفيش حاجه بتتغير، يبقى بنلف نلف وبنرجع تاني لنقطه الصفر. بني ادم؟ هو فين البني ادم ده؟ انت يا ابني بني ادم؟ يا باشا سعادتك يا خالد انا ما نطقتش. من فضلك انا عايزه مكتب مامور القسم. اتفضلي يا هاني اتفضلي. تعالى يا ابني. يا دي الديلة السودة في اليوم المهبب ده، ناقصنا انا حقوق انسان وقرف وده كله. ما تحملش ليهم هم يا باشا، كانوا زمان لهم عازة، اما دلوقتي بقت سبوبة واكل عيش. يا حبيبي العيارة اللي ما يسيبش يدوش ويجيب صداع في النافوخ كمان. اليوم المهبب ده على الصبح ده الراجل بالكتير قوي ربع ساعة ويوصل. يا اهلا وسهلا بيه يشرف ويؤانس. هو احنا سعادتك بنسرق ولا بنسرق؟ باب سعادتك مفتوح لاي مواطن. طب اسكت بقى اسكت حاجه. انت ساعات كده بتستغبى مخك بيضلم. بقول لك ايه يا عزه، انا مش ناقصك السعاده. قول لي البت فين؟ حازم بيه خدها مكتبه وطلب لها واحد ليمون. وسعادتك عارف حازم بيه مزاجه عالي وتخصص كعب عالي. يا فندم لو سمحت انا جايه هنا عشان اعمل تقريري للجنه التقييم الشرطي، مش علشان اشرب ليمون ونسكافيه وادردش مع سعادتك. طيب بس ممكن تهدي شويه عشان انا اول مره في حياتي اسمع عن موضوع التقييم الشرطي ده. طب يا فندم حضرتك ممكن تسالني عنها وانا جاوبك، مش تسالني انت ساكنه فين ومرتبطه ولا لا وشعرك ده ولا باروك. حلوه جدا شعرك ده ولا يا نهار. معلش اعتبر ان انا شخص متطفل شويه. معلش في الشغل يا فندم التطفل شيء عظيم، فريد سعادتك توظفه في الشغل. حضرتك لغايه دلوقتي ما سالتنيش عن تحقيق شخصيه او عن اي حاجه ممكن تثبت سعادتك. لا 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 مش ورقه هتثبت لي ان كنت صح ولا غلط. ليه؟ مفيش مخ، مفيش نظر، مفيش احساس، مفيش فايده. يا فندم لو سمحت يا ريت حضرتك تقدر موقفي وتحط نفسك مكاني وتلاحظ كمان ان سيادتك لطيف جدا. وجذاب جدا. جدا جدا جدا. هو ده عايزك بقى تقولي منه كتير يعني اقعدي قولي الكلام ده. لا يا نهار اسود، هو انا قلت ايه؟ قلت اللي في قلبك. لا قلبي ايه يا فندم؟ انا بس بخرف بقول اي كلام، ما تاخدش على كلامي.
خلاص انا هعتبرك ان انت بتخرفي، بس عايزك تفكي شويه كده. فكي في ايه؟ لا افك ايه يا فندم؟ لا حضرتك انا صحيح فعلا مستلطفاك شويه، لكن انا الشغل عندي اهم حاجه. ومين قال ان احنا مش هنشتغل؟ ده احنا هنشتغل كميه شغل غير طبيعيه. استاذه سلمى حضرتك. سلمى، استاذه سلمى، انا عايز اقول لك ان انا هلففك الاسم ده بلاطه بلاطه، حمام حمام، زنزانه زنزانه. هو احنا عندنا اغلى من حقوق الانسان؟ ولون عيون الانسان ورموش الانسان. لو مؤاخذه يا باشا، الحمله وصلت ساعتها. وغباء الانسان فيها 11 متهم جنائي وخمسه اشتباه. امشي اتفضل، اليوم في التخشيب لحد اما اجي لك يا غبي. والفيلينج بتاع الانسان. ادخل. هو ده يا بيه؟ طب سيبه يا ابني واخرج. تعال محروس. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ سيب اللي في ايدك ده. قول لي بقى يا سي محروس، عامل لي دنجوان بسلامتك؟ جوان؟ جوان ازاي يا سعادتك؟ حبيبي يعني، بتاع نسوان وكده. أنا بتاع نسوان يا باشا. أمال إيه حكايتك؟ يا باشا الله يعزك، الله يعزك والله. كل أما حد يرخم عليك بكلمة ولا بعلقة، تطلع لك واحدة من تحت الأرض تدافع عنك وتقلب الدنيا عشانك. مرة شيرين المحامية، ومرة مش عارف بتاعة حقوق الإنسان. طب بتلغيهم ازاي يا محروس؟ قول لي ابو خطوه يمكن اتعلم منك. يا باشا والله العظيم الله يعزك يا باشا والله والله. ايه اصلا سعادتك بتبقى قرف؟ نعم اخويا. بتبقى صرف صدف يا باشا، يعني عند سعادتك مثلا اللي هي ست الكل بتاعت الانسان دي كانت يعني لطشنا في بعض كده، خبطنا عبطا والله. عبطا؟ يعني صدفا يعني يا باشا، واحنا داخلين كده فهي شافت سعادتك اخونا المخبر حبيب والدي، وهو يعني بيقول لي مد، يعني مد شويه على اساس السكه، يعني مش هنقف كلنا بقى ونتندح في السكه. فهي افتكرته سعادتك اللي هو بيلطش لي، وهي كانت داخله اساسا مزعبره كده ومعفره وقلبه وشها، وهو سعادتك برضه غبي شويه، فواضح ان هو كان المدام بترقعانه في البيت بس سعادتك، فهم شبطوا بعض يعني اتقلعنا عشاني. خلاص يا محروس، قول لي بقى انت منين؟ انا من هنا يا سعادة. من هنا يعني ايه؟ سعادتك انا من هنا، بس العيب بتاعنا يعني جوه شويه، جوه في حاره الدراويش. يا سيدي عارف انك من العيب بتاعنا. تمام سعادتك، تمام حبيبي يا باشا. لا انا اقصد انت منين اصلا يعني؟ اصلا اساس سعادتك انا من الصعيد. ايوه، منين بقى في الصعيد؟ ما اعرفش يا باشا. نعم يا اخويا، انت تستعبط ولا ايه؟ لا والله يا باشا، وكتاب الله المجيد بعرف انا منين. بعرف يعني ايه؟ يعني ما تعرفش البلد اللي انت منها بروح خالتك؟ يا باشا ولا اعرف ابويا ولا اعرف امي ولا جنس كائن مخلوق خالص يا باشا. يا باشا انا وقيت على الدنيا سعادتك مع شويه انفار وعيال صغيره وبنجمع في قطن، ف ليه كله يا محروس يا محروس. ف وبعدين علشان انا كنت بزك سعادتك، يعني كان عندي زكه يعني، كانت دلوقتي احسن يعني الحمد لله. بس فقالوا يعني ايه محروس ابو خطوه؟ سعادتك مش يعني ابو خطوه، سعادتك ممكن مثلا في ناس تفتكر تقول لك ابو خطوه واصل مثلا او متصل. علشان كنت بزك يعني، بس الحمد لله على كل حال. وبس قعدت بقى الدنيا تلطش معايا سعادتك، ورحت معاها ولطشت شويه اليمين لغايه ما رجلي جابتني لحد الست نفيسه، وبركت بقى الحمد لله على كل حال. عشان كده معكش بطاقه يا باشا. انا حفيت والمصحف الشريف حفيت من اللي هم بتوع السجل المدني، اللي بتوع الشؤون الجامعيه، اللي بتاع المصلحه، دول التانيين ده هم. واقول لهم عارف يا باشا، قلت لهم في الاخر ادوني بطاقه اقولوا فيها المخفي اللي ما يتسماش ده هو. ده انت هايل يا محروس. باشا يعني بعد اذن سعادتك، انا زعلت الحكومه بحاجه خالص يا محروس. هو انت يعني عشان بتساعد حماسه النونو وبتوزع له حشيش على زباينه تبقى زعلت الحكومه؟ حشيش ده باشا، حشيش ده باشا، باشا حشيش ايه؟
هما اتأخروا كده ليه؟ بيعملوا ايه ده كله؟ معرفش والله يا استاذة. ده قال لي ان هو هيسأله في كلمتين وخلاص. يا استاذة ده شغله، ما تتدخليش فيه. ما تدخلش فيه ايه بس وانا السبب؟ وبعدين يا ربي في المصيبة السودة دي بقى انا اجي علشان انجد الغلبان اروح مورطة في مصيبة سودة زي دي؟ اجيب لك شاي يا محروس. شاي؟ لا بس شو شو طيب لا. تشرب سيجارة؟ الله يعزك يا باشا ما تدخلش. طيب عايزك بقى ما تخافش يا محروس وتجمد قلبك كده وتطلع الصعيد اللي جواك وتحكي لي على اللي حصل بالتفصيل. الله اكبر عليك يا باشا، ده بلد سيادتك. يا باشا والله العظيم انا قلت لسعادتك اللي حصل بالتفصيل، هو بس سيادتك يعني اللي مش مصدقني شويه. اصدق مين يالا؟ انت عايز تبرم دماغي باسطوانه خايبه زي كده واقول لك امين؟ لفه عطاره ايه اللي هيشيلها لك كلب زي كده تسلمها للحاج خليفه؟ مش هو كان شايف هو ده اللي حصل؟ اصل هي امانه يعني مش هفتحها اه وقال لي كده والله. قال لي وانت بقى طلعت مختوم على قفاك وشلت فرش الحشيش في جيبك من غير ما تعرف هو ايه؟ يا باشا ده امانه، انا هفتحها ابص في يعني. طيب ماشي، لما رجعت له بوكستك بقى وقلت له ان لفه الحشيش ضاعت في المولد ومدك على رجليك قدام الحاره بحالها، ساعتها برضو ما عرفتش انت شايل ايه؟ لا بخير بقى يا سعد. انت لسه هتهوهو ولا هتدور على اسطوانه تانيه تسمعها لي؟ يا باشا والله العظيم انا ما كدبت على سعادتك، انا ما كدبتش يا باشا. بس دريت يا محروس، يمكن تكون اللي قلته صح بس نص الحقيقه. انا الدليل اللي عندي ده يوديك في 60 داهيه. فيديو للعلقه بتاعتك صوت وصوت. عارف يا محروس الفيديو ده معناه ايه؟ معناه ان انا احجزك بتهمه الاشتراك مع حماصه النونو في تجاره الحشيش. ساعتها بقى هتترمي في السجن لحد ما يبان لك صحاب. مش انا مش ساعتك سالا الناس كلها عارفه انا والله لا يا حبيبي ما تدوس ايدي، انت في ايدك انك تمديلي ايدك انت وتساعدني. ساعدتك ازاي؟ يعني زي ما حماصه النونو استغفلك كده وشايلك فرش الحشيش من غير ما تعرف، انت بقى المره دي اللي هتستغفله وتشيل فرش الحشيش بمزاجك وتمشي معاه خطوه بخطوه لحد ما تسلمه لي بخطوه. سهله؟ سهله ازاي يا باشا؟ اصعب النار جهنم. ازاي بقى ان شاء الله؟ يا باشا سيادتك سيدي اللي عارفين يعني الفتنه اشد من القتل مذكوره في القران. مذكوره في القران؟ قلت لي ده انت طلعت حويط وجامد قوي بخطوه. ده انا كنت خلاص قربت اصدقك واقع في غرام اهلك. عموما جت بسيطه. يا باشا حويط دي انت تخلص خالص. قوم يا نوف وسيبني بقى عاقب نفسي على غباوتي وعلى الساعة اللي ضيعتها مع وقت زيك. يا اسماعيل هو مش عندك من خد الواد ده سلمه للعسكري محمود يرميه في الحجز ومفيش مخلوق يدخله لقمة ولا بق مية ولا سجارة. غور من قدامي. تمام سعادتك يا فندم. قدامي وش المصايب. حبس ايه يا حسن باشا؟ ده محروس. محروس اللي قلت لحضرتك عليه. انت تقولي اللي على راحتك يا استاذه، انا مش قاعد هنا هندي ولا درويش في الحاره عندكم، ولا قاعد في الاسم كوس حلبه، الواد ده من اخطر العناصر الاجراميه في الدايره كلها، ورحمه امي ما هسيبه. صدقني مش هسيبك. وعلى ايه بس يا استاذه؟ بقول لحضرتك ايه؟ سيبيني بقى يا شيخه، سيبيني خصيبك النبي. اسيبك ازاي بس في المصيبه السودا دي؟ يا استاذه هو مين اللي جاب المصيبه بس؟ مش حضرتك لما صورت حماصه وسلمتني يعني الحق عليا عشان كنت عايز اجيب حقك منه؟ حقي وصل يا استاذه، وصل ولسه الواجب اللي هتشوفه. هذه المصيبه السوداء. ده ايه الحظ الاسود ده يا رب؟ ايوه يا مدام، الوضع اتحبس. بقول لك واخدينه قدام على الحجز اهو. يا لهوي، اتحبس؟ اتحبس ازاي يخرب بيتك؟ والبت المحاميه دي راحت فين؟ تانيه ضربه لخمه على الاخر وموضوع كبير قوي ومحدش فاهم حاجه. كبير في عينك انت كمان، هو انا ناقصه قلق؟
انت تخليك مرابط قدام الاسم واي حاجه تحصل تبلغني بيها على طول. هو الكلب حمص اللي عملها، مفيش غيره، مفيش حد هيشوف البهدله دي كلها وهيسكت. الحقني يا نادر، حماصة حبس محروس وهو دلوقتي في القسم وشكله ملبسه في نصيبة كبيرة قوي، وحماصة اللي مرتبها له. مصيبة؟ مصيبة ازاي يا أستاذ غيبوبة؟ أولاً أنا اسمي الأستاذ شعبان يا متخلف. ثالثاً أنا لسه قلت ثانياً دي مصيبة كبيرة قوي. أنا بحس لأني ورؤيتي القانونية لهذا الموقف إن الواد ده اتمسك بفرش الحشيش اللي لهفه من حماصة النون امبارح. يا أستاذ غيبوبة، ما قلنا مفيش ولا حشيش ولا زفت، هو أنا بدن في جلطة؟ جلطة تاخدك وتاخد أهلك في يوم واحد. أمال أنت مفكر الحكومة هتبعت بوكس مخصوص عساكر وظباط وتاخده من هنا كده؟ أو أنت يعني ليه بقى؟ كان ناشط سياسي يعني ولا عضو في منظمة إرهابية؟ يا أستاذ شعبول لا غيبوبة، أنا متأكد إن حماصة النونو هو اللي وزع عليه أراضيشه في القسم عشان يلبسوه مصيبة. أهو أنت قلتها بعظمة لسانك، مصيبة كبيرة أوي، ودي بقى اتعبها كتير قوي. كتير ايه؟ ما السحلب لسه في ايدك ما بردش اهو، هعمل ايه تاني؟ لا يا حبيبي، السحلب ده اتعب الاستشاره، اما بقى مشوار الاسم المرافعه قدام السيد رئيس المباحث دي اتعبها كتير قوي، زي من هنا لحد الماظة. ايوه بس الحمامات صعبه جدا يا حازم. صعبه ايه بس يا استاذه؟ استني لما تبصي على الاقسام الثانيه وانت هتكتبي على الحمام بتاعنا خمس نجوم. ربنا يستر. طيب انا ممكن اشوف الزنزانه الحريمي؟ يا نهار ابيض، اكيد طبعا تشوفيها، بس نقعد نتكلم مع بعض نشرب حاجه، يعني ناخد بريك. هنشرب يا حازم بيه، والله هنشرب، بس ممكن اخلص شغلي الاول علشان خاطري. عشان ايه؟ خاطري. افتح يا ابني زنزانه الحريمي يا ابني، افتح الزنزانه. صعبه جدا. ناخد بيتك وبيت غباوتك يا صباح روس انت. جاي منك خلاص، حسنيتك قوي الشهامة، مش عايز تتكلم، مش عايز تنطق وتفتر على النونو. زي كان النونو ذات نفسه وهو اللي مسيح لنفسه، وهو بيتعيب بيها في الحتة كلها. وعليك يا محروس، ندمان ولا ايه؟ لا مش حوار ندمان يعني، بس أهج تعرفني برضو كده يا محروس؟ بقيت تجاورني وتخدم ضريحي 15 سنة ولحد دلوقتي ما تعرفش ملامحي؟ يا راجل عيب عليك، عيب عليك. خدم ضريحي 15 سنة؟ إيه ده؟ ده حلم، ده لا ده لا، دي رؤية، دي رؤية. متى ده عدو ومدد وصباح الفل يا مولانا. ايه هو الرئيس بتاعك اللي كراك عليا استهيفني اول الدرجة دي يعني؟ عيب، احنا صغيرين ولا ايه يا حاج؟ دقنينا بيضة يا شمينة محروس. يا سلام، بدأ بينا محروس بصدى. باشا اللي بيبعتنا في المأموريات معرفناش بقى ناخد البقين اللي عاوزينهم الواد لهب المحروس، نعمل ايه؟ خد يا باشا واقطر لنا بقى الواد لهبل ده، ها؟ وما تنساش بس تبقى كده تعدي على البكواج اللي عند المول تطقم من عنده، ومدد عدوي وده برياله بقى محروس ده. ولك ايه يا ابو؟
يابا بص عشان بس انا محترمك اهو. رايح نفسك ورايح الباشا محروس ما بتكلمش. أصيل أصيل طول عمرك يا محروس ودمك حر. شخبلك انت؟ لا أصيل أصيل يعني ودم حر صحيح. أخد كل مصيبة والتانية ألاقي نفسي في التكشيرة علشان بتسطر على إيه بقى؟ على البلطجية وتجار المخدرات. وبعد كده إيه؟ أبقى أنا وحوار بقى واشتغالة محروس اشتغالة. كاس وداير يا أبو خطوة. كاس وإيه؟ ده؟ وانت لما اتزنقت فيها وطلبت الستر من السطاه كان اتاخر عنك؟ ها؟ وليه؟ يا بنت هتخوفنا ولا ايه؟ في ايه؟ خلي بالك ان انا ممكن اصدق يعني انا اصل برضه راحه مني. واه واه عليك يا محروس. لساك عاوز اماره عشان تصدق؟ أمارة إيه يا عم الحاج؟ بقول لك إيه؟ صلى على النبي في قلبك، صلى على الشفيع الزين، صلى على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام وأزكى السلام وألف صلاة عليه يا رب. بس اللي بتعمله ده واحدة من الكبائر. أيوة واحدة من الكبائر طبعًا، وأنت أنت بتكذب لا مؤاخذة على المأمور، أنت بتكذب على ولي من أولياء الله. جهنم وبئس المصير يا عم. على نفسي هتفكرك واتوب اليك يا عبد العالمين. قول لنفسك يا محروس، قول لنفسك مين اللي كذب على الست نفيسه امبارح وقال لحماصه انه راح يقرا له الفاتحه عندها وبعدين عمل ايه؟ قاعد يعمل ايه؟ قاعد يسمع سيره العدو. ابو علي بتعملوا انتوا الحاجات دي دلوقتي؟ ميكروفونات الصغيره دي في المول كله، فاهمين احنا يابا؟ فاهمين الجو بتاع الفوتوشوب ده؟ ها؟ طب اقول لك ايه يا عم الحاج؟ صلي بينا على حضره رسول الله. لما الدنيا اسودت معايا زمان مش جيت وقلت عليك وطلبت الستر من الستار؟ صح؟ انت نسيته ولا ايه؟ ما تقلقش ما تقلقش يا محروس. وبعدين هديك ايه خلصت الذنب في ساعتها وسط الخلق قلت العلقة على رجلك بدل ما تاكلها في جهنم. لا شفت انت بقى بتحور ازاي يا مولانا؟ يا عم انا بسالك سؤال اديني رد عليه. مش هو ده اللي حصل؟ حصل ولا ما حصلش؟ قال لك الجمل طلع النخلة. ادي الجمل وادي النخلة. مفيش بقى زنقة مقدلة عن كده يا مولانا. ورينا بقى بركة هتفرج ازاي. تسلم وتعيش يا فؤاد باشا، كلك ذوق. لا ده حقك يا فندم. أنا بصراحة بسمع عن حضرتك من زمان جدا. واسم حضرتك وسمعتك سيد دهب. ربنا يخلم عليك، ربنا يخلم عليك يا فؤاد باشا. فؤاد باشا ما تأخذنيش يعني. أنا كنت أتمنى أستضيف حضرتك النهاردة طول اليوم. بس الحقيقة أنا قلقان. حضرتك قلقان من المكالمة اللي حصلت ما بيننا. وعاوز تعرف شوية تفاصيل. بصراحة بقى أنا مش قلقان وبس، أنا في قمة التوتر والقلق كمان، لدرجة إني ما نمتش طول الليل يا باشا. لا 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 الموضوع ما يستاهلش كل ده. إزاي يا فندم ما يستاهلش كل ده؟ ومعليك لمحت لي إنه في معلومات وصلت لك من قيادة سياسية مهمة، والمعلومات دي بتقول إن مستقبلي كله على المحك. ده صحيح. طب يا باشا يعني مش عايزني أقلق والنوم يطير من عينيا؟ لا هو النوم يطير من عينك لو ما لحقناهاش، بس احنا الحمد لله لسه الموضوع في ايدينا وملحوقه. معلش ما عليك، ممكن توضح لي كلامك شويه؟ هو الصراحه الشخص اللي جه يتكلم معايا صديق عزيز عليا وقريب مني ومن عيلتي كان كلها. وصح الموضوع حساس حبتين،
متعلق بحضرتك، بس يعني هو معزوش عليا، وانا وقفت كل الاجراءات القانونيه اللي ممكن تتاخد في حاله زي دي. طب وايه يا باشا الحاجه الخطيره اللي تخصني دي؟ تلات مكالمات حصلت ما بين حضرتك وما بين الشيخ حمزه خليل وما بين الدكتور حاتم الصواف، وبصراحه في وقت مش مناسب خالص قبل ما يهربوا من البلد باربع ايام. لا 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 لا، اوعى تقول لي انك متفاجئ، ده انا هزعل قوي. ما هو حضرتك اكيد عارف ان هو ده الموضوع اللي وصلني، مش اي حاجه تانية. يعني ما شاء الله تاريخ حضرتك ما فيهوش اي حاجه تانية تقلقك، بس هو الظاهر ان الموضوع اللي اتعرض عليك كان صعب قوي انه يتقاوم. يا ريت ما عليك يا باشا، يعني تديني فرصة أشرح لمعليك القصة بالظبط. لا لا، تشرح لي ليه؟ وأنا جاي أحقق مع حضرتك، أنا بس حبيت إني أجي يعني أطمنك وأقول لك إن الموضوع لسه ملحوق. بجد؟ بجد أنا مش عارف أشكر معليك إزاي وأي طريقة كمان. ومفيش غير طريقة واحدة بس. يا ريت تدلني عليها أرجوك. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. بس انا يا باشا هصر ازاي والموضوع اتقطع من رجليه؟ وبعدين دول غاروا في 60 داهيه. بس اخواتهم في الرضاعه لسه موجودين ومتدلعين قوي، وعينهم هتطلع البرلمان الجديد، وخاصه في دائرتنا العظيمه دي. يعني ما عليك تقصد؟ بالظبط كده، انا حظي حطني في طريقهم ومضطر اني ارشح نفسي لنفس الدايره قدامهم. وحضرتك عارف المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، وانا شاكك اني حضرتك حابب انك تغلط نفس الغلطه تاني وتسلم دقنك لناس زي دي. مستحيل يا باشا، دول ما لهمش غير الجذبه القديمه. بعدين ما عليك يا باشا، عارف دلوقتي ان مساله الانتخابات بقت محكومه قوي وبقت بره ايدينا. الحكايه دلوقتي يا باشا بقت كلها في ايد الناس. ومين اضرب الناس دي اكتر من حضرتك؟ اقول في الاول وفي الاخر دي دايره حضرتك، والمشوار لسه طويل. انا قلت بس اجي ادي لك العنوان واسيبك بقى تقعد كده وتمخمخ وتكتب لنا كده شويه تفاصيل. يا هاني لو سمحتي بالراحه، كل حاجه بالعقل اللي انت عايزه. يا فندم لو سمحتي دقيقه واحده، دقيقه واحده لو سمحتي. ايه عايزه في ايه؟ لما اخذ سعادتك، الست دي عامله قلق وازعاج من الصبح ومصممه تقابل سعادتك. طب اطلع انت. طب يا فندم. خير يا استاذه؟ يا فندم انا مش عامله ازعاج ولا حاجه، انا بستعمل حقي الطبيعي اني اقابلك. فيها حاجه دي؟ مفيش مشكله، بس كل حاجه وليها اصول. حضرتك دخلت عليها المكتب فجاه اهو، لقيتيني قاعد لوحدي ولا معايا ضيوف؟ يا فندم انا بقالي ساعتين في القسم مش لاقيه ظابط واحد يساعدني. طب بالراحه كده يا استاذه واشرحي لنا ايه اللي حصل. ممكن ثانية واحدة حضرتك؟ يا فندم أرجوك تسمعني، حسن باشا اللي بيعمله دوت شيء مستحيل يتسكت عليه. حسن باشا تاني؟ يا فندم أرجوك تفهمني، أنا جيت علشان أبلغ عن أكبر تاجر مخدرات وبلطجي في السيدة نفيسة، يقوم يسيبه ويقبض على محروس الغلبان اللي على باب الله. يا فندم دي الحتة كلها بتحبه وبتحلف بأخلاقه. مين الراجل ده يا أستاذة؟ جرى إيه يا أستاذ؟ ما تسيبني علشان أفهم الباشا. يا فندم يا فندم محروس دوت اغلب بني ادم في الدنيا، ولو بات في القسم النهارده الحته كلها هتبقى مغمومه وزعلانه، لانه فعلا مظلوم وما يعرفش حاجه عن اي حاجه. بعد اذنك يا صبري بيه، انا ضامن الراجل ده، ولو المباحث ماسكه عليه اي حاجه يا ريت يقدموها لحضرتك دلوقتي حالا. حاضر ليك مأمرتي يا فؤاد باشا. حاضر. محروس محروس محروس، انت مت ولا ايه؟ ايه يا شاويش في ايه؟ قوم يا سيدي الدنيا ولع عشانك بره. ايه يا عم انتوا هتعدمونا؟ مكتوبه لك يا فقر، في باشا كبير قوي قاعد مع جلاب المأمور وطالب يضمنك. يضمن ليه؟ يعني هتخرج يا سيدي. قول يا صحيح خلاص؟ فرجت؟ قول بوظها. فرجت؟ لا ده في ناس هنا حظها حلو.
من الصلاة تبكي من بوجة عدو مين تقول لك انا السيد البدو مش كده ليه يا ابو حصيرة؟ قوم بقى فز وخلصني. يا فندم بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي وبأي طريقه، ده كرم وشهامه اخلاق عمري ما شفت زيهم في حياتي. لا ما شفتيش ايه بس، ده انت ما شاء الله عليكي، انت فاجئتيني اصلا بجرأتك دي. اصل محروس ده طيب وابن حتتي وانا عارفاه كويس، لكن حضرتك يعني احنا كلنا ولاد بلد واحده، ومحروس ده مواطن مصري زيه زينا، ما فيش فرق. هو ده ابو خطوه الباشا اللي ضمنه. والله يا عم انت موصوف لي. السلام عليكم. ولابس يا باشا صحيح الكلام ده؟ صحيح بلو ساعتك ضمنتني؟ ايوه يا محروس. ايه ده؟ وعارف اسمي كمان من باب للطاقة كده؟ الله اكبر، الله اكبر عليك يا عدوي. يا جميلة، عدوي مين يا محروس؟ انا اللي شرحت الباشا موقف. لا 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 والنبي يا استاذ، بلاش انت، ما تخبطيش في الحلل، ده العدوي ده مامه كبير وبركاته معروف. مش كده ليه يا باشا؟ انت لو كانوا سابوك عليا يوم واحد كان زمانك وصلتيني العشماوي. منور يا باشا، يا باشا احنا متشكرين قوي، تسلم ويسلم اللي جابك. اللي جابني اللي بعت سيادتك يعني بعت سيادتك. مفهوم مفهوم. طب بقول لك ايه، خلي دول معاك كده. ايه ده يا باشا؟ ده كتير قوي، بس عجوبه حبه كده، ده كتير قوي حبيبي. طبعا ميرسي، شكرا. فؤاد يا كان مش مين؟ ليه كده يا حكومة؟ ليه حكومة الظلم ده؟ انتوا ظلم، ليه الظلم للغلابة والشقيانين؟ ده انا غلبانة ليه؟ ايه يا بنت جاية ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ ارمي بلايا عليكم؟ ده انتوا نازلين خطف وذبح في مخانق ربنا ومحدش قادر عليكم، سايبين الفلاتية والنصابين وماسكين في الغلابة ليه؟ طب يلا 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 خدوا من هنا، امشي امشي روح على يلا امشي روح على سريع يا اخويا، اشحت على باب السيدة ولا اسجح في الحرام ولا اللي انتوا عايزينه. شكلك مش عايز تخرجي من هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا بنت عواطف؟ ايه اللي جابك هنا؟ التوك توك يا محروف، التوك توك اللي بتعكز عليه اخويا وسطير عليا انا واخواتي. ايه سحبوه تاني؟ والنعم انا فاطمة يا محروف، فاطمة وهشق هدومي وعهد الله اشق هدومي، لا اشق هدومي دلوقتي. شكلك مش هتخرجي من هنا. هدخلك شويه معلش، واحده مية ومتش على تامر. دخلوني السجن يا اخويا واصرفوا عليا في السجن. ازيكم؟ معلش يا باشا شويه كده. انت تاخدي الوصفه دي وتنفذيها وقتي. وصفه ايه يا محروس؟ ده وقت وصفه؟ اسمع بس، بقول لك الحمله صاحبه الزفت يا اخويا. يا بنت اخوكي وانا عارف، انا بقول لك ايه، اسمع اللي بقول لك عليه. انت تاخدي نفس نفس كده ايه جامد، ها، من احشائك. احشائي؟ ايوه يا بنت، من حته من الخبيق العميق اللي جوه في قلبك ده، ها. بس اهم حاجه تخلص النيه للرحمن الرحيم ولسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. يلا قول يا عدوي. يا عدوي. يا بنت من جوه، من حته الضربه اللي في القلب دي، قولي يا عدوي. يا عدوي. يا عدوي. يا عدوي. معانا يا باشا يا عدوي، دي بركات بركات كبير. يا عدوي. يا عدوي. النبي البنت دي يا صبر بيه. يا فؤاد باشا ما تاخدش في بالك، بعدين احنا واخدين على كده، والناس دي بالذات غاويه مرضيه ومشاكل الى اخره يعني. لا يا باشا والله، دي بنت غلبانه جدا وبتجري على تربيه اخواتها، وكل شويه يسحبوا منها التوك توك ويطلعوا روحها لغايه لما ترجعه تاني. دي تابعنا من السيده انفيسه. ايوه حضرتك، دي ساكنه في البيت اللي قدامي. ماشي خلاص بقى محروس بقى، احشائي ذات نفسها طلعت يا جدع، تعبت يا بنت. استنى يا محروس، استنى يا محروس. فيها يا باشا؟ يعني البلد مليانه تكاتك، يا وقفت على البنت الغلبانه دي؟ فيها يا بنتي. يا باشا يا باشا، وعهد الله غصب عني يا باشا، يا باشا ده انا شقيانه، ده انا ضايقه المر مع السواقين وشبحت الشوارع يا باشا. خلاص اهدي اهدي فؤاد باشا، اتوسط لك وهندي لك التوك توك بتاعك، اديها يا ابني التوك توك بتاعها وخليها تمشي. سكر يا باشا. الله اكبر، مدد يا عدوي. يا رمزي انا اتاكدت من المستندات قبل النشر، احنا بنهزر. فتحي بيه فتحي بيه، هاتوا لي زفت. استعجل الزفت، قصدي القهوة يا عم ربيع، معلش بسرعة الله يخليك، أصل الدنيا مكهربة على الآخر. يا أستاذة سلمى، أنا قلت لحضرتك إن مفيش مقابلات هتنفع النهاردة بالذات، أنت ليه مصممة تخبطي راسك في الباب؟ وإشمعنى يعني؟ ما الأستاذ علاء داخل طالع عليه زي دلو، إيه عامل له عمل؟ يا سيدي المحاكم على قفا من يجيب، يروح يملى جداول النيابة بلاغات، وبالمرة هو راجع يعدي على النقابة عشان الشكاوى. في إيه يا رمزي؟ الله، أنت محسسني إن إحنا غلطنا في الذات الإلهية. واحد فاسد ومرتشي ما نكشفوش ليه ونعريه قدام الناس؟
احنا في زمن جديد مفهوش مجال للمجاملات والمحسوبية والحاجات دي. ما تسيبونا بقى نبني بلد على نظافة يا اخي بدل العك اللي كان موجود. ايه؟ طيب خلاص انا مستنيك، خلص اللي في ايدك وتعالى لي. يلا سلام. ايه رأي سعادتك؟ الراجل حيموت ويعرف الورق اللي احنا نشرناه ده وصل لنا ازاي. شوف سعادتك لو فتح المندل ووشوش الودع كده وكشف المستور مش هيلاقي قدامه غير وهم بالكاتشب ياكله بقى ويدايله. الصراحة انت عندك حق، انا لو طلبت منك انك تجيب لي ملابس الداخلية هتبقى اسهل من انك تجيب لي الورق ده. يا سلام بقى لو تستغل شطارتك دي مع تيمور ياكن. ده يا باشا تيمور ياكن ده موضوع تاني خالص، دي قلعة محصنة بالحديد والنار والنحاس وكل المعادن الصلبة، محتاجة شغل ومصاريف وتكتيك تاني خالص. بس وعد مني سعادتك. وعد ايه يا راجل؟ وعد ايه؟ انا خدت منك الوعد ده 17 مرة وشوية فكة. بس مش ده المهم، المهم ان انا فشيت غلي في الزبون عشان يحرم يتنطط عليا. اللي يقول لي ايه جريدة الحرية دي اللي انا انشر فيها اعلاناتي؟ انا اعلاناتي ما تتنشرش غير في جريدة انترناشونال. يا ريس الألم اللي خده على قفاه ده يا حق. يا ريس مالك؟ استنى في ايه يا بنتي؟ دي ايه؟ عفريتة بتطلعيلي من الحيطة؟ بالظبط هو كده بالظبط سعادتك. انت يا زفت يا لا 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 يا ريس والله هلا مالهاش ذنب، انا لسه غليت فرصة ودخلت فيها التواليت ولزقت في ظهر عم ربيع بتاع البوفيه. تفتكري بقى ان الحكاية دي تبقى سلوك صحفية محترمة؟ سيادتك اول درس علمته لنا بعد ما مضيت قرار تعييني ب 10 دقايق بس، قلت لي يا سلمى الصحفي الشاطر ما ينفعش يكون بني ادم، لازم يبقى عفريت. تصدقي بقى ان انا ما ندمتش على اي حاجه عملتها في حياتي غير اني مضيت على قرار تعيينك ده. ما هو سعادتك يعني لو اديتني 5 دقايق بس هتندم على اللي قلته دلوقتي مش على قرار تعييني. نعم يا اختي. خلاص يا ست هاله حبك تروحي تولد دلوقتي، ما انت قاعده طول النهار منتخه على النت والشات والهجايز. هجايز استاذ علاء انا مش فاهمه منك حاجه. احسن يا اختي احسن، ده انتوا تجيبوا الضغط. يا ترى جايبه معاكي ايه ومجرأك علينا كده يا بنت الطحاوي؟ الصور دي بتاريخ ايه يا سلمى؟ دي من 4 ساعات حضرتك. النهارده؟ حضرتك الموبايل موضح عندك التاريخ الصوره باليوم والثانيه. موبايل؟ هو انت اللي واخده الصور دي؟ طبعا يا ريس هم اللي منزلوهم من على جوجل. سيادتك الصور دي حقيقه، انا لقطاهم بنفسي بعد خطه خزعبليه ومجهود خرافي. طب استنى استنى يا هال، ما تدخليليش حد خالص وما تحوليليش مكالمات لغايه ما انا اكلمك. قولي لي بقى يا سلمى بالتفصيل عرفتي تاخدي الصور دي ازاي؟ اقول لسعادتك انا كان عندي غوشه تعبان. نعم غوشه تعبان سعادتك 24 قيراط، عمتي كانت جايبها لي وهي جايه من السعوديه. كتر الف خير يا عمتك والله. بس بصراحه كان ذوقها بلدي قوي فانا قررت اركنها في الدولاب على اساس انهم قرشين وينفعوا في وقت عوزه. ممكن برضه. وفعلا جه وقت العوزه ده بالملي اول ما قابلت عبد عزيز. عبد عزيز مين؟ ده ولد هايل يا فندم هايل. هو بصراحه يعني كان معجب بيا في الاول وعايز يخش في سكه حب وحوارات من دي، بس انا قلت له لا. يا بنتي ما تجننيش امي، خش في الموضوع. المهم عبد عزيز ده شغال في شركه محمول، بس انا اسفه مش هقدر اقول اسمها عشان ما اقطعش رزق الراجل. ماشي يا ستي خشي بقى. المهم وقف مره في الكلام قدامي وقال لي انه يا سلمى جايب لي خط برقم مميز بس للاسف لسه منباع لواحد من عيله تيمور ياكن. انا سمعت كلمه تيمور ياكن من هنا ومسكت فيها زي الوطواط. ليه بقى سعادتك؟ لاني عارفه ان يهمك العيله دي جدا ونفسك تعمل عنهم اي معلومه او اي خبر. مظبوط يا سلمى. بس قمت بايع الجوشه التعبان ب 7000 جنيه، اديت 5000 جنيه لعبد عزيز. معلش يا ريس هو فعلا طلع مادي شويه. مفهوم مفهوم. وقلت له انا مستقبلي كله مرهون بمعلومه واحده تجيبها لي من قلب عيله تيمور ياكن. تقدر؟ يومين بالظبط ولقيته بيكلمني وقال لي يا سلمى انا غبرت من مستقبلي كله علشانك، وقدرت اسمع مكالمه مدتها 5 دقايق ما بين مامور اسم الخليفه وفؤاد ياكن، ملخص المكالمه دي بيقول انه هيعدي عليه النهارده في زياره خاصه جدا. رحت حضرتك صرفت ال 2000 جنيه على نفسي لبس واكسسوارات وباروكه وضربت كارنيه نشيطه في حقوق الانسان ورحت على الاسم واصطدت الغزاله. يخرب عقلك يا سلمى، ده انت عفريته فعلا. ما هو ده اللي انا بحاول اثبته لسعادتك بقالي 2 سنين بحالهم. طيب بصي يا عفريته بقى، الصور اللي انت جبتيها دي بالنسبه للشغل مالهاش اي قيمه. نعم صحيح فؤاد ياكن شخصيه مهمه مختفيه بقالها فتره وعامله جدل حواليها، انما في الاخر هو شخصيه سياسيه
يعني ممكن جدا في اي وقت يزور مأمور اسم مدير امن محافظ حتى. ايوه سيادتك، بس انا بقول لحضرتك دي زياره مش عاديه. هو كان عمال يطلع في الناس المسجونه وتوسط لسواقين تكاتك وحاجات. ما انا بقول لك الصور اللي انت جايباها دي بالنسبه للشغل ملهاش اي معنى، انما بالنسبه لي انا بقى ليها معاني كتير جدا. اهم معنى فيهم ان احنا النهارده بس اكتشفنا اهم موهبه صحفيه في جريده الحريه. الموهبه دي اسمها سلمى الطحاوي، عارفاه؟ ابو خطوه، مش ده الواد اللي صبري بيخرجه من الحجز عشان يجامل الضيف بتاعه؟ ده مش ضيف يا حازم، ده الاسد اللي هيقش الدايره كلها، فؤاد ياكن المحامي. ولولا الاسم ده بالتحديد انا ما كنتش خرجت الواد ده حتى لو المأمور واقف على راسه. يا سلام، ويطلع مين محروس ابو خطوه ده اللي يشغل لك دماغك كده يا ريس؟ ده الكارت اللي هنقش بيه الكون، الثغره اللي هنقدر نعدي بيها ونحل كل العقد وندخل كل الدهاليز. ثغره ايه يا ريس؟ انا بقالي في الاسم ده اكتر من 5 سنين ما سمعتش اسمه حتى في محضر تحري. ما هو ده من الخيبه قص النظر، وده اللي وصل الاسم ده انه يبقى اسوأ سمعه في المديريه كلها، لانه شغلكم كله فرط منكم، لانكم بتعتمدوا على شويه عيال صيع وشمامين كله وسوابق مهروشين لخلق الله وسايبين الواد ده. محروس ابو خطوه ده هو الجوكر اللي بمليون وش. ده عشان مسكنا ساعتين ورجع. على بجالة سيبه مهندس سامحوس، عايز اشوف احلى صناديق حاجه ساقعه نازله لاحلى زباين على حساب اخوكم محروس ابو خطوه. على حساب مين يا محروس؟ انت سخن ولا ايه؟ لا هنستظرف، بلاقي الغي الطلب كله. لا وعلى ايه؟ وعندك صناديق حاجه ساقعه على حساب المحروس؟ ولد يا منص، انت ولد عيني، هات لي واحد سحلب سخن بدل الساقع اللي انتوا بتقولوا عليه ده. بعد اذنك يا معلم محروس. المعلم محروس كده في غمضه عين يا صلاه النبي. قالك يا محروس كده ليه؟ قالك معلم يبقى معلم. عندك احلى بندق للاستاذ تناكا وكتر السوداني. عيني هو ده اللي جايبك ورا يا ابو خطوه. الدنيا تتحك لك دقيقة ويتفتح لك باب الفرج بهرشين تبعترهم على الجعانين اللي زيك عشان يفتحوا نفسك ويجابروا الزاد. اصرف اصرف يا عبيط اصرف، عمرك ما هتعرف تستطعمها لوحدك. ما هو انت والفقر توأم ملتصق ما يفرقوش حتى الموت. وانت كده صباحك فل. ايه ده يا محروس؟ ما ينفعش كده يا جدع، انت هتهرج. بقول لك ايه؟ عواصف، انا مش عايز اي زعابيب خلاص، خدتي ورقتين تطبقيهم في ايدك وتتوكلي على الله تعتمدي بقى. يا عم الحاج فكر شويه، ده انت كده هتطير الرزق اللي جالك من السما قبل حتى ما تدوق. يا بنت هبله انت، يا سما تبطل تبعت رزق. استغفر الله العظيم، بس انا محروس. ما خلاص بقى ما تقعديش تبسبسي بقى، انا اخوك يا بنت الكبير ولا مش اخوك الكبير؟ ولا انت مش معتبراني حتى طب عمك الصغير؟ عم مين يا عم؟ ده انت عمي وعم عيالي وعم اخواتي، اخويا وشقي كده. يا دي يا ابو انت بقول لك يا محروس. ما تقول لي كده ايه نظام الدكتور بتاع امبارح اللي عمل لك رجلك ده؟ دكتور العنب ده. عنب؟ اه يلا 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 ده عنب. قول نعم. والله العظيم هنزل لك طعم اسنانك. في ايه يا عم محروس؟ يا عم رجلي بتنقح عليا من الهري اللي بهريه طول النهار. في ايه يا جدع؟ امشي. طب بيقولوا رجله ايده تيده ايده تلف في حريق. طب اسمع، عشان انت حمار راسك لازم الواحد يقولها لك طص كده، فاهم؟ انا قلبي عليك. اما الناس اللي فوق دي لما نبص لها احنا بتبص لنا على احنا صغيرين قوي. بص الواحد يكون من مقامك يقوم ايه يعتبر كده ويبص لك على انك كبيره، فاهمه؟ من مقامي؟ اللي هو زيك انت كده يا مز؟ يا دي النيله، بقول لك يا بنت من مقامك مش واحد تحت الارض. انا عايزين نفرح بيكي بقى، بس حد كده يا يفرحنا بيكي. خلاص يا عم محروس فهمنا والمصحف يلا فهمنا. والله اقعد ارغي في دماغي اتحفرت. نعم والله العظيم هجيب لك البتاع ده. خلاص يا عم وحيطك. خلاص يلا يا ده عواصف انت يلا امشي. مش ربنا يوفقك. والله يا بنت كده
وبيت راضي واخر جدعانه. ويعني اذا كان عجلان لا بنات ياما وتعبانه اكتر من كده بكتير. مش فاهم ايه اللي موقف حظها دي والله، بس هي برضه مجنونه وشعنونه ويعني حبيبي حبيبي يا املا سعدية. ده لا ده انا بصوم لك بقى خدمه واحد ايه؟ والله ولا 30 ست يعتمد 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 املا سعدية. ايه يا واد يا بكاش انت؟ بكاش ايه؟ بكاش عليكي برضه يا ست الكل. مش طلع لي هو مين؟ الهندي. لا ما تقولش. طلع لي ولا في الزنزانة واحد بيتكوم وبتقدر وايه اللي هيحصل؟ لقيته طلع. ايه يا عم انت انس ولا جن؟ قول طيب بسم الله ولا قول حاجه؟ قال لي انا الهندي اللي بعتاني قبلتك سعديه عشان اخرجك من عينه. قالها بتناكه كده. قلت له انت تخرجني انت؟ انت تخرجني؟ انا ما خرجنيش الا المولى. اول ما سمع كده لقيته وراح دب لقيته انفجر كده وراح طالع ورا ايه؟ واحد تاني. قلت له انت ايه انت كمان؟ مرد هندي؟ قال لا انا المرد الباكستاني اللي جاي اقول لك العبره من الحكايه. انك مش هتخرج مننا الا باذن الله. وداب كده وشويه لقيت لك الاسم اقلب اضرب بتاع يلا محروس. لقيت نفسي بره. بس يا واد انت هتميس عليا. لا انا برضه هميس عليك يا است الكل. ايه كلام بس يعني عشنا احلى اللحظات. خدي بقى ايه حلاوه الباكستاني بقى. يلا ما تكسفينيش بقى. ايه ده يا محروس؟ يا ابو سعدي يا كل دي زعله؟ لا لا لا. طب انا اقول لك على حاجه احلى. انت تكرمش المرتين دول وتقولي لي انت ايه يا وانت هتعمل راسك براسي وتصدق انك اخويا بجد ولا ايه؟ وتروح ضربهم في وشي وتمشي. ايه مش اخوفي برضه ولا ايه؟ يلا نهارك زي الفل. سلام عليكم. يا بابا اشهر محامي دولي في مصر. معقول حضرتك ما تعرفوش؟ الله اكبر الله اكبر. بتتكلمي بجد يا شوشو؟ ايوه طبعا. وهي الحاجات دي فيها هزار برضو. يعني انت متاكده ان هو اللي طلبك عشان تشتغلي معاه في المكتب؟ هو لسه هيشغلني. بقول لحضرتك طلب مني شهاده التخرج والفيش والتشبيه وقال لي اعتبري نفسك متعينه من النهارده. يا ما انت كريم يا رب. انا فرحتي بيك النهارده عوضتني عن حزن الدنيا كله. مش قلت لك يا بابا اللي يقف في ظهر الحق لازم ربنا ينصره. ونعم بالله. اهو محروس اللي انت مستهون بيه ده هو اللي حقق لي حلم عمري. والنبي الواد ده ادم وادم السعاده على الدنيا كلها. يا رب خد من قلبي وسر الهي يا محروس. ربنا يطعمك ما يحرمك ويحميك من كل رضي ورزقك من كنوز الدنيا قادر يا كريم يا رب. احمدك يا كريم يا رب. احمدك واشكرك يا رب. احمدك واشكرك على عطيتك يا رب. هاتي اللحمه المعتبره. يلا يما. هاتي يلا يا عيال. يا عوض فين يا عوض البطاطس؟ يلا انجزنا. جاهز يا باشا. واحد بطاطس من الهلبة وواحد رز الفلفل والسلطه في الطريق. يا حنان ما تقطعيش فلفل على السلطه عشان امك. وعندك طبقين سلطه واحد عادي والتاني مولع نور. يا لهوي على ريحه اللحمه تجنن يا تيفا تجنن. طب كلي يا اختي كلي بسرعه قبل ما نفخك يطرشى. انت مرزقه انا عارفاكي. كل يلا يما. بسم الله يا حبيبتي. دوقي الشوربه دي وادعي لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا عواطف دي لحمه بلدي. امال مستورده؟ ده انا مقطعاها بايدي من على الذبيحه اللي لسه متعلقه. ما خليتش الراجل حتى يجيب حاجه من الثلاجه. الهي يرزقك يا محروس ويدي لك من واسع ويوقف لك ولاد الحلال يا رب. او النبي يما ادعي له من قلبي. والنعمه انا لو احتكم على فلوس لك كنت عملت له عمره. ما هو ده اللي انا نفسي افهمه. الراجل ده بيشوف الذل من كل اللي حواليه عشان خاطر ربع جنيه، فلما يجي له مبلغ زي ده يفرمه في غمضه عين كده؟ تتفاها وهيكون عينه منك ولا حاجه. عيني على الدكر اللي حامينا ورافع راسنا، بيقول لك عينه مني، هو محروس ياد غريب عشان تقول لي عينه وودنه؟ دي شهامه، رجوليه كده ونضافه اصل. يا اختي حته اللحمه اللي قطعها الناس ما خليتوش يجيبها لك ولا طبخناها له يا بنتي. ما جابش حاجه يما، ما جابش لنفسه ولا لحمه ولا بطيخ. هو مين ده اللي ما جابش؟ انا لسه من شويه شايفاه قدام شوق الفرارجي وعامل لنفسه كيس قد كده اهو. دي الكارته يا اختي، واخدها للكلاب تصدقي؟ روحي مطلبي حبيبي يا حبيبي شافي عيالي. خد يا
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معلم حماص؟ أحسن من عشرة. ازيك يا جربوع؟ نقول الحمد لله. لا لما نبقى كويسين ها يعني نقول الحمد لله، نقول صح حلو. جبت الفلوس دي منين يا فلوس ايه يا حماص؟ فلوس ايه؟ لا تستعبط. الفلوس اللي عملت تفرقها على الحتة الفلوس اللي عملت تفرقها على الحتة روح خالتك. دي مش فلوس انا يا حماص، دي نفعه كده جت والله بركاوي من سيدنا العدو. مش لا العدو، لو سيدك العدو بيحشش بيحشش. لا يا حماص لا، احنا لا مؤاخذه يعني ما بنغلطش في اولياء الله. مش كده اولياء يا رجال؟ انت هتحور عليا يا ده فلوس الفرش اللي هفته لنفسك يا خفيف. يا دي النيله على الحشيش وسنينه يا اسطى. انا قلت لك انت تقول على نفسك اللي بقى رجاله ولا انت فاكر يا ان انا استكفيت بالكام عصايه اللي روقتك بيهم؟ فين يا لا حبيبي، انا استنيت بس اما اشوف النعمه تبقى في ايدك وتبان على خلقتك. هتقول لي عدا وتقول لي بتنجان؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذه يا رجاله، لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. اصل انا كده اخرك معايا يا ابو خطوه. نور مطلبي حبيبي يا نبي شافعي. خد يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم حماص؟ احسن من عشرة. ازيك يا جربوع؟ نقول الحمد لله. لا لما نبقى كويسين ها يعني نقول الحمد لله، نقول صح حلو. جبت الفلوس دي منين يا فلوس ايه يا حماص؟ فلوس ايه؟ لا تستعبط. الفلوس اللي عملت تفرقها على الحته الفلوس اللي عملت تفرقها على الحته روح خالتك. دي مش فلوس انا يا حماص، دي نفعه كده جت والله بركاوي من سيدنا العدو. مش لا العدو، لو سيدك العدو بيحشش بيحشش. لا يا حماص لا، احنا لا مؤاخذه يعني ما بنغلطش في اولياء الله. مش كده اولياء يا رجال؟ انت هتحور عليا يا ده فلوس الفرش اللي هفته لنفسك يا خفيف. يا دي النيله على الحشيش وسنينه يا اسطى. انا قلت لك انت تقول على نفسك اللي بقى رجاله ولا انت فاكر يا ان انا استكفيت بالكام عصايه اللي روقتك بيهم؟ فين يا لا حبيبي، انا استنيت بس اما اشوف النعمه تبقى في ايدك وتبان على خلقتك. هتقول لي عدا وتقول لي بتنجان؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذه يا رجال، لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. اصل انا كده اخرك معايا يا ابو خطوه. اتهبلت يا اشهد ان لا اله الا الله. اللي يستجرع على رجالتي ويمد ايده عليهم ملوش لوم تعيش بينا. يعني بس اوامرك يعني تقصد ايه؟ يعني مراتي كان عندها حق، طلعت انبه مني ومنك وهرشت معدنك الواطي، مش طايقه تشم ريحتك المعفنه في ام الحته. بص انت متاكد ان جماعتك؟ ولا كلمة زيادة يا انا. الصبح تلم حاجتك وما نشوفكش في المنطقة هنا ولا في السيدة انفيسة كلها. استهدى بالله، اروح فين بس؟ ده مطرحي يعني. روح في داهية الصبح لو فتحت المحل وشفت خيال امك هنا في المنطقة الطلقة دي هتبان بين حواجبك. بس حوصة ما ينفعش كده، انا حلوت حتة واحدة. قوم يا صنبا، قوم يا رجاله. ماشي يا محمود، ماشي يا محمود، ماشي ماشي. خلاص ياه، اخيرا هنفترق يا مكتب القتل، التحرش والقرف والعهد المستديمه. 3 سنين يا اخي وانا بتحل عليك تحل عني بقى. Thank you.
قوامك ده يا محروس؟ لا اله الا الله! لا لا! اثبت! انت مين؟ اثبت اثبت يا بطل، حد يخاف ويتخلع الدم من رؤية الحبيب؟ ها؟ انت صح يا محروس، ما بتحلمش. انا لسه قدامي، صح يعني انت انت؟ انا برضك تقول لي انت؟ عيب عليك اتحشم، قول يا مولانا. لو أصاب أنا والله أعصاب مش عارف أتلم عليه. أعصابك حديد وعودك صب الجبل وعقلك يتاقل بالماس. العيب فيك وفي قلبك وفي طيبتك وحنيتك يا محروس. قرب قرب ما تخاف. قرب. أنا كده تمام تمام. ده أنا مش أنا قلت لي رؤية ولا أنا أنا فرحان برود كلامك وصلنا. بس بقول لك يا محروس، أمورني من يوم ما طبيت علي هنا وسكنت في حارة الدراويش. أيوه. وأنت بتخدم علي وأنا مقامي. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. وما فيش مرة ندمت علي وما وقفتش جارك، حصل ولا لا؟ حصل حصل. واكتب لي واكتب لي لما جيت حصل حصل يا مولانا. وقربها النهارده ولا كلامك عملته. دمك ده يحق لك تلم عزالك وتفوت مطرحي وتهجر مقامي من غير اسم؟ ها؟ غصب عني غصب عني. انا لو عليا والله والله انا لو عليا ما بفرقش مطرحك ما بفرقش خدمه مكانك حتى بموت. بس حيل كده جت قفش وغصب عني والله غصب عني. ومين غاصبك يا محروس؟ حماصة ورجالته اللي نفضتهم بدراعك زي تراب الغيط؟ طب بجنبك وخد بالك ابويا يعني. يا ريت انت اللي تاخد بالك. خد بالي من ايه بس يا مولانا؟ جنبك ان شاء الله طالع وواصل وعارف كل حاجه. عارف ان انا مصبت في غشوميتي. ايدي لو راحت ما بتطبطبش. وعلي ودي اللي مسكتك على حقك. اقول انا عايز اعيش. تعيش يعني تشرب وتاكل وتنام. ها؟ فضل وعد لو انا ما اعرفش. ما حدش عايزني دلوقتي. طب روح يا محروس. روح لف لفتك. وسع ورا لقمتك واتطفح زي البهايم. اتطفح يا محروس. يكون في معلومك عاد الساقية اللي حتلف بيها هي اللي حترجعك.
واللقمه اللي بتسعى لها ما هتخشش جوفك واصل، والامان اللي بتدور عليه ما هيلمش قلبك الا في حضني. مستنيه مضغوط. اقول زي ما قلنا، انا مش لما فوق الاول اقول انا نايم كده. نايم؟ قلت لك مش حلم. مش حلم يا غبي. بعدين معاك، انت صاحي. قلبك هو القلقان وغلفان عن حياته وحقيقته، وما دريش بقيمته وقوته، وما حيفوقش لنفسه غير بالحب. لما تحب هتعرف نفسك، لما تحب هتعرف ربك، ولما تحب هتعرف تعيش. أحب. تحب يا مهروس. بالراحة علي عدوي، مش كده؟ لا إله إلا الله! أوعى! 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 شايفاش غباوت يا ست الناس؟ هيفهم، صدقني هيفهم. وربنا ما هيفهم حاجة. شوية شوية وهيكون زي الفل يا حبيبي. المحروس ده مفيش أشطر منه. روح يا حبيبي، روح مشوارك. واحنا نستناك. استنى. ربنا معاه. مبروك يا سلمى. انا عايزك بقى تعتبر النهارده يوم ميلادك الحقيقي، واول خطوه تخطي بيها عتبه الصحافه. طب روح يا محروس، روح لف لفتك واسعى ورا لقمتك واتطفح زي البهايم. اتطفح يا محروس، يكون في معلومك عاد، الساقية اللي هتلف بيها هي اللي هترجعك، واللقمة اللي بتسعى لها ما هتخشش جوفك واصل، والأمان اللي بتدور عليه ما هيلمش قلبك إلا في حضني. من النهاردة خلاص بقى يا سلمى، مالكيش أي علاقة بالحوادث، وشغلك في التحقيقات السياسية هيبقى تحت إشرافي أنا شخصياً، ومرتبك ومكافآتك هيدخلوا شريحة تانية أفضل بكتير من اللي انت كنت فيها. بس ده كله مرهون بشرط واحد بس. قلبك هو القلقان وغلفان عن حياته وحقيقته، وما دريش بقيمته وقوته، وما حيفوقش لنفسه غير بالحب. لما تحب هتعرف نفسك، لما تحب هتعرف ربك، ولما تحب هتعرف تعيش. اوعى يا سلمى، اوعى تتشغلي بأي حاجة في الدنيا إلا المهمة دي، لا فلوس ولا عواطف ولا مشاكل شخصية تاخد من وقتك ثانية واحدة، بعيد عن ملف تيمور ياكل وولاده. حتى لو وقع قدامك سبق صحفي مالوش حل، شوطيه، شوطيه برجلك وكملي في سكتك. هي دي السكة اللي هتوصلك للنجاح الحقيقي. أي اتجاه تاني هيشل حركتك ويثبتك مكانك، وتفضلي طول عمرك صعلوكة ومهمشة تاكل البواقي وتعيشي في الضلمة. مش بس كده، لا ده انت كمان هتنامي على الرصيف. وده محروس، محروس ولا محروس؟ انا خسير عدل اسمع. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ازيك ايه؟ ده نواف زي يا كسوف راحت على امه. بس في ايه اللي منيمك هنا؟ دي الحرم مقلوب عليك يا حرام. عايز ايه مني تاني يا وز؟ يا نهار ابيض، بقول لك ايه؟ انت عيل مرزق، قوم معايا. والله انت فيك الخير، انت حبيبي. مرزق في ايه بقى؟ في الله. بس بقول لك ايه، مصلحه سالكه وفي السريع، هتوقف ساعتين زمن ثابت ما بتعملش حاجه، وتاخد ورقه بمدنه وشندوتش لمشة ورمانة ولنشون. ايوه راشد، يلا بينا. لو سمحت كلمة، لو سمحت. ايه انتوا التلفزيون ليه؟ حضرتك، احنا التلفزيون وعايزين ناخد منك كلمتين كده على الماشي. ممكن؟ اهري قول اي كلام، قول اي حاجة. اقول بالنسبة لي انتوا النشرة ولا انتوا الجماهير ولا؟ لا حضرتك، احنا برنامج مصر الحرة. ممكن حضرتك تدينا فكرة عن سبب التظاهر؟ بالنسبة لي يعني حضرتك التظاهر، حضرتك اقصد الوقفه اللي انتوا عاملينها دي سببها ايه؟ لا دي وقفه محبه، والله دي وقفه كلها في الحب، يعني ما فيهاش مشاكل. ايوه، مطالبكم فيها ايه؟ ما عندناش مطالب والله، ده هو يعني كل يعني اي حاجه اللي هيجودوا بيه، ما فيش مشاكل يعني الحمد لله.
طب يعني انا شايفه ان انتوا عاملين وقفه يعني بتطالبوا بحقوق. لا حقوق مين يا فندم؟ ولا حقوق ولا حاجه. ده هو الاستاذ بس اللي كان بيتكلم شويه من شويه وكان بيقول حاجات يزعق والانسه وبعد كده وخلاص هيمشوا. هم دلوقتي مش في اي مشاكل يعني. هو يعني حكى انا يعني اقول حاجه اقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله يعني كل حاجه كويسه بس لسه تعبانه. لسه تعبانه والله والله لسه تعبانه. بص حكى الانبوبه بكام دلوقتي والناس بتموت بعضها علشان الانابيب وعلشان العيش يعني مش معقوله قوي. وبعد كده احنا قلنا يعني مثلا الاول كانت الدنيا وحشه وبعد كده الثوره ومش الثوره وبتاع واحنا احنا كنا بنضايق في الثوره دي ولا بدينا ولا حاجه والناس نزلت كلها ولا كنا بدينا قبلها برضه. وبالعكس كل الناس كانت كلها موجوده في حته واحده وكان احنا بحيي كل الناس اللي راحت والناس اللي ما راحتش برضه يعني كله. الواد كلها يا جدعان. كل منها متخلف انت ولادها ايه؟ كل مين؟ اسال حضرتك عن سبب التظاهر هنا النهارده. شوي الصوره النبيله اللي الناس بتطالب بيها. نبيله مين يا اخي تناكا؟ دي نبيله اتمسكت بملايه تحت السرير. اضحكوا 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 يا انت وهو ما هي دي النتيجة الطبيعية لمحاولة تحرير العبيد. روح قلقت ليه؟ اطلع حجر انفخ القرف اللي انا شايفه ده. انفخ هتلاك انفخ بس حاسب وانت بتنفخ تفرقع منك. طيب ممكن تقول لنا مين اتفق مع حضرتك تيجي المظاهرة دي؟ لا حضرتك مفيش حد اتفق ولا حاجة. هو في حد اتفق معاك؟ لا خالص محدش اتفق. احنا يعني بقول لك كله في الحب يعني. هو ايه مفيش حد مربوش حد تاني تسجلوا معاه غيرنا ولا ايه؟ حي علي جايب اشكال من هنا من عشوائية خربة الدنيا. استنى لو سمحتي انت بتصوري مع مين وليه؟ انتوا ليه قاصدين تزيفوا الحقيقة؟ ليه كل حاجة ما تجيش على هواكم بتشوهوها؟ ايه ده؟ اوبا دول شكلهم وقعوا في بعض. يلا بينا. بابا ده انا ايه؟ يلا بينا ما تقلقش بقى ما تقلقش. عندي سبوبه ثانيه في الهرم واقول لك كلمه. يلا بينا على هناك. لا بقول لك إيه؟ انت قلت لي ورقه بمالنا وسندوتش لانش وعلى نعمل لو ما قفشتش في حتى حر. انا حبيبك حبيبي. ايه ده انت لسه هنا بتسجلي؟ طيب خلاص احنا متشكرين يا عم نتوكل على الله. يلا بينا يلا بينا يلا بينا نخلع بسرعه دي هتولع. يلا بينا يا محروس. يلا بينا. يا مدام فريدة احنا بنعمل شغلنا بكل حيادية وملناش اي مصلحة في تسليم. لو كان في زارة حيادية واحدة كنت اخترتي المكان الصح والشخص المناسب. ليه ما جيتيش مع اي حد من اللي نظموا الوقفة عشان تصاري معاه؟ حضرتك احنا عارفين ان حضرتك اللي نظمت الوقفة وناديتي بيها من اسبوع. لكن الناس دي الناس دي يا حبيبتي غلابة بتدور على اي وقفة عشان تطالب بحقوقها. لكن انتوا اعلام مزيف. ده للاسف مش اعلام ده فضيحة. فريدة تيمور اسماعيل ياكل. السن 30 سنة. أشهر ناشطة ليبرالية في الوسط السياسي والمسؤول العام عن الحركة الثورية للتكتل الشبابي المسمى بأبناء جيفار والابنة الصغرى لرجل الأعمال الشهير تيمور ياكل. يا سلام بنت أكبر سفاح رأس مالية في الشرق الأوسط ولابسة عباية جيفار. أمال أنا أبقى مين؟ بنت غاندي؟ يا ست خلينا في المهم. طب فريدة هانم بقى تبقى بنت أنهي أم فيهم؟ إحنا قلنا إيه؟ قلنا ان فؤاد بيا كان يبقى ابن ست هند اللي الباشا اتجوزها من السعوديه. اوكي معنى كده ان السنكوحه دي تبقى بنته اخر العنقود اللي اتجوزها من اخر ست اتجوزها اول ما استقر في مصر. تمام. تبقى سعاد هي سعاد الشربيني الزوجه المصريه الوحيده في حريم السلطان يكن عظم الله مقام. حاجه هيجنني. في حد عاقل اتجوز خمس ستات من خمس دول كلهم بص بروح اهله؟ يا بنتي همادي بقى لخبطتيني. طيب يبقى جوليا الأمريكية دي جاب منها ايه بقى بسلامته؟ استاذ رافض يا فندم. سوري يا يوسف بيه سامحني الطريق كان زحمه والموبايل فصل شحن ومعرفش اكلم حضرتك. اخرس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. ماشي سيبي لي الفايل ده هقراه ونتناقش فيه بكره. طب ولجنة الفحص يا فندم؟ بكرة الصبح. إيه؟ سوري يا فندم، أنا آسف. عايزك تتابعي لي شحنة السيراميك وتبعتي لي ميل بوصولها ليفربول، أوكي؟ حاضر يا فندم. وأنت تبعت لي المناقصة بتاعت غرابة، أوكي؟ حاضر يا فندم. اتفضل. بعد إذنك يا فندم. كلمتين بس، عشان أنا مصدق. تمام سعادتك. أنا هشرح لمعاليك. كلمتين خلصوا يا غبي. إنجز. سوري يا فندم. القصة مسمعة جامد قوي في مكتب رئيس الوزراء. ورئيس الغرفة التجارية بلغني الوضع سيء جدا.
في علامات استفهام حوالين اسم يكن في الخطة الجديدة. أهمها إيه؟ أهمها إن في علامات يعني حوالين عيلة يكن كلها. إزاي يعني بيستميتوا في دعم مشروعات حكومية وفي نفس الوقت بنتهم عمالة تشتم في الحكومة في الجرايد والفضائيات. أنا يعني بقول سعادتك أنت ما تقولش حاجة خالص. أنت تنفذ وبس. أنا آسف يا فندم، آسف. أنا عايز أفك. تحت أمر يا باشا. أنت تؤمر. إيه رأيك في مدام عبير؟ أنا عبير فيه؟ عبير الخواجة بتاعت القطامية. أنا بقى فاكر اليوم ده بقى كويس أوي. كان مزاجك رايق أوي أوي أوي. عبير مين يا ابني وأنت بيت مين؟ يا ابني أنا زهقت من النسوان اللي عاملة فيها نظيفة دي. النسوان دي عاملة زي الماسعة. أنا عايز حتة بلدي. لوكال. سخنة. فاهم ولا إيه؟ فاهم يا باشا. وطلبك موجود. أنت كل مرة بتقول كده. المهم المرة دي عايزك تنقي كويس ها؟ عيني يا باشا. تمرني بأي خدمة؟ اتفضل. ماشي. معالي الوزير. ازاي سعادتك يا فندم؟ معاك تيمور يكن يا باشا. يوسف تيمور اسماعيل يكن. السن 35 سنة. حاصل على الجنسية الأمريكية من جهة الأم، والابن المسؤول عن إدارة أعمال المجموعة الاقتصادية أمريكان إيجيبت المملوكة لأبي. حبيبي يا جو، أنت برنس يا واد، مز مز يعني. لا وعفريت بيزنس كمان، عارف إمتى يرهن على الحصان الشارخ في الوقت الصح. بس هيعمل إيه بقى في أختك الهبلة اللي ماشية تخبط في كل حتة وعاملة فيها الأميرة ديانا؟ بقول لك ايه، ما تخنقنيش في يومك المهبب ده، انا اصلا مش طايقه نفسي. مش بقول لك اللي حصل لفريده، ما هو اللي هيجنني اللي حصل. قلت لك على قد ما تقدري تلمي شباب من النادي، وده اللي حصل. كلمت الناس كلها ما عرفتش اجمع حد منهم، نصهم في الجونه والنص التاني قافل تليفونه ومقنتخ. يا سلام، فتقومي لمالي شويه بلطجيه على شويه سواقين تكاتك عشان تفضحينا قدام الناس. حبيبتي الفضيحه دي كانت هتحصل لو كنا عملنا وقفه زي دي وما عرفناش نجمع 20 بني ادم على بعض. على فكره انتوا ناسين حاجة مهمة جدا يا شباب. يلا اتفضلي. اتفضلي نورينا يا استاذة داليا. الفضيحة اللي بتتكلموا عليها لا جت من بلطجية الحواري اللي هتفوا معاكوا ولا من الشلة بتاعت الجون. امال مين يا عبقرين؟ من حضرتك يا فريدة هانم، او بمعنى ادق من بيت سعادتك قصر تيمور باشا يكن شخصيا. بقولك ايه يا داليا، اتكلمي على قدك يا ماما. براحة بس ما تخليش الكاسي افورك. ما انت لو ركزتي شويه في لوجو القناه اللي غطى الوقفه بتاعتكم هتلاقي ان اخت سعادتك هي اللي عملت فيكم النمره الكوميدي دي. شهندة. شهندة تيمور اسماعيل يكن. السن 40 سنه. صاحبه اكبر اسطول اعلامي في مصر المحروسه. 4 قنوات فضائيه باختصاصات متنوعه. 3 شركات انتاج وتوزيع سينمائي. واضخم شركه دعايه في الشرق الاوسط. الابنة الكبرى لتيمور بيه يكن من زوجاته الأولى جولنار، وأكثرهم عقلاً واتزاناً وتركيزاً. واو، بسم الله ما شاء الله، كل ده ما تاخدنا تشغلنا معاها بقى. بالراحة يا فريدة بليز، الصوت العالي بيوترني. مش قادرة تستحملي صوتي العالي وانا شايلة منك فضيحة علني في مصر كلها. فضيحة ايه بس؟ انت بقيتي دراما كوين على فكرة. وصلت وصلت وصلت. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، لم الزبالة دي، لم الزبالة دي، يلا يا عم، يلا لم الزبالة دي، لم الزبالة دي يا عم، يلا 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 يلا. تمام يا استاذة مدام شاهين، ده وصلت بره على باب الاستوديو. طيب تمام يا حمدي، ميرسي تعبتك معايا. عمرك يا استاذ، بعد اذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. بقول لك ايه، ركز بقى كده وجمع لي افكارك الحلوه دي. انا عايزه شاهين ده يكن اول ما تشوفك تفتكر ان هي واقفه قدام مخرج عالمي. عالمي بجد يا رضوى؟ يعني انت مطمنه كده وحاسه ان انا ممكن يعني ايه؟ ممكن ايه؟ هي دي اول مره شاهين ده تغمر باسماء جديده وتديهم فرص جهنميه؟ ما عندك انا اهو،
اخذتني من مشهدين في فيلم تجاري وعملت مني. اوكي يا حبيبتي اوكي، انا عارف الكلام ده كله. ركزي معايا شويه يا حبيبتي، التمثيل حاجه والاخراج حاجه تانيه خالص. وبعدين اوريدي انت كان وشك معروف وكنت لفت نظر منتجين كتير قوي في السوق، انما انا بقى يعني. انت ايه؟ انت مخرج عبقري، اخدت 3 جوائز في 4 مهرجانات، وبعدين شاهين ده بتثق في رايي جدا واختياراتي. بقولك يا نادر، انت لازم تنتهز الفرصه دي، شاهين ده ما بتظهرش في اماكن التصوير بسهوله، ده انا مستنيه اليوم ده بقالي 3 شهور. هو انت فاكراني معده ولا ايه يا حبيبتي؟ انا عندي 3000 موظف زي حضرتك كده بالظبط. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ موظف. معلش انا خمس دقايق هكلمك. خمس دقايق هكلمك. اخلص يا ابني، انت عايز ايه؟ لا مؤاخذه الموبايل بتاع حضرتك بس كان وقع، فانا قلت ساعتك يعني. وانتوا فين بقى بالظبط؟ اسفين يا فندم بس معلش اتفضلنا بس الحاجه لانها بتقع كده. ولا اشكرك يا استاذ. انا محروس جنابك ابو خطوه، وانا جاي بس مع الجماعه مع الجماعه المجاطيع اللي هنا. المجاميع المجاميع يا بني ادم. انا اسف انا اسف حقك على المصر. مع الجماعه المجاميع اللي هنا. اه انا فهمت. لا يس اديله حاجه. لا 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 والله لا لا والله ابدا، دي امانه حضرتك. انا تعبت في حاجه انا بس بعد اذنك لو 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 فيها رساله يعني. هي بصراحه فيها رساله بس انت امين هسمعك. هو معلش مؤاخذه استاذ حضرتك بصراحه يعني حاجه مظبوط. لما بالنسبه للمصلحه دي لما اتفقوا عليها ان احنا نيجي على اساسها هناك كلهم متعيش، كانوا اتفقوا مع وزه بتاع سمين اللي هو في واحد وسط خير يعني على الشغلانه بتاعت دي، فحضرتك كانوا قالوا ان هو هنقعد نشتغل شويه وبعد كده هيبقى في وجبه مثلا حاجه سريعه كده في النص. حضرتك لغايه دلوقتي احنا مرمين الناس دي، فيهم ناس يعني كبار فيهم ناس عيانين وبيحفروا على الرزق بابره حول الله، والله ولا شويه ميه. ده احنا حضرتك يعني لو ايه لا يعني. لا 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 ما يصحش ما يصحش، ده حتى حرام. مش كده حضرتك؟ هو الانتاج ادالك قد ايه في الاوردر ده؟ هم حضرتك اتفقوا على انهم هيدوا لنا 30 جنيه في اليوم، بس قالوا في النص هيبقى في وجبه كده حاجه سريعه يعني. حضرتك في النص 30 جنيه، ففضل واحد الحمد لله. هتقولي الانتاج حالا. الانتاج بسرعه وربنا يحفظك ويكرمك. والله عشان فهمنا مالك يا نادر، وقفت ليه؟ الانتاج يا ريس. نهار ابويا ازرق. محروس؟ لا لا يا حبيبتي مفيش اي حاجه خالص، مفيش حاجه. بقولك ايه، ما تيجي نستناها بس لحد لما تخلص اللفه بتاعتها في اللوكيشن دي، وبعد كده هتهيت جينا نروح لها في الروقان. روقان ايه يا بيبي؟ انت فاكر دي هتقعد في اللوكيشن اكتر من نص ساعه؟ يلا يا نادر ارجوك. استني بس. يلا فين؟ ايه يا حبيبتي انت مش شايفه ولا ايه؟ انت عايزاني اخش عليها واقتحمها في وسط زحمه المجاميع والعك دوت كله عشان اتعرف عليها؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ وبعدين احنا لسه طلاب في المعهد ومحتاجين فرصه، لما الفرصه تجينا نستغلها مش نخش كده وخلاص. تصدق عندك حق فعلا. مش كده برضو؟ وسيبها يا حبيبتي، احنا نرجع تاني مكان التصوير، وهي اول ما هتخلص هي كده كده هتجيلنا صح؟ ماشي. من غير لف ودوران، انا سؤالي واضح، اديت الكومبارس كام؟ خلاص ده على حسب طبيعه كل اوردر. انا بتكلم عن النهارده كام؟ 150 جنيه بما يرضي الله. يا ابن الحراميه بما يرضي الله؟ بره انت وطعم الانتاج بتاعك، اتفضل. يا شارون يا نتن، مش عايز اشوفهم هنا تاني، انت فاهم؟ لا التبريح حصل يا فندم. طب ايه دي يا استاذه؟ هو حصل ايه يعني؟ حصل ايه يعني؟ الاستاذ بينصب علينا، مش شاهين زيك انا اللي تتسرق. يا نهار مدوح، انت عملت ايه يا ابو خطوه؟ إيه؟ انت هتهبل عملت ايه؟ انا عملت ايه انت وحاجه؟ يا استاذه بعد اذنك هم قالوا 30 جنيه. انت تسكت خالص. خليك في نفسك، مش جاي تلقط رزقك؟ ما كلنا على الموضوع يعني. سبيل فتحها انا سبيل، كل الشهادين يتفضلوا هنا مش كده؟ لا لا شفتي عمل غلط بقى. بقول لك ايه؟ المشهد ده يتحذف من اوردر النهارده؟ اه ممكن طبعا. طيب عظيم، انت بقى لم الناس بتاعك وتفضل امشي. لا اله الا الله، ليه كده يا استاذ؟ ده احنا ده انا مستبشر في ساعتك. امني مشيهم يلا. امني اتفضلي. ده انا مستبشر في ساعتك انك انت هتحل الحكايه. لا اله الا الله، والله حاجه يا استاذ. يا استاذ يا عم وزي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا اله الا الله، خلاص هو محروس. يلا يا جدعان في الشغل يلا. عامل لي عنتر بسلامتك ورايح تتوسط للبقر دول عشان ناخد قرشين زياده. لا بلا 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 يا عم، وطي صوتك يا عم، الناس هتعرف ان هم بيشوا بسبب وطي صوتك. هيقتلونا احنا. طب اعمل لك ايه؟ ما دام انت عارف كده بتتنايل على عينك وتحشر نفسك في العوق ده ليه؟ يا اللي انت بتقوله ده بس يا وزه، اشوف مظلمه واسكت. يعني ايه تشوف مظلمه وتسكت؟ طب اعمل لك ايه انا دلوقتي؟ اعمل لك ايه؟ صلي على النبي.
عليه الصلاه والسلام. انا واقع من الجوع، انا الصداع فرتك دماغ، ناكل اي حاجه؟ احسن تستاهل تستاهل. طب يعني ناكل اي حاجه؟ مفيش، ما فاضلش معايا غير 5 جنيه اللي هتشبطنا في كرباز السيد. بص ايه؟ قول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. احنا ناخد الميكروباص وننزل قبل السيده، واحد حبيبي نعدي عليه لعل وعسى، لعل وعسى وربنا فاهم يعني ايه هيسبب الاسباب باذن الله. هنعمل ايه عند حبيبك ده؟ يا عم ليه يا جمايل عليه؟ جمايل ايه يعني؟ مش الله بس ادعي ان احنا نلاقيه يا رب. يا للدرجه دي؟ يا سلام. طب والله يا فندم واكتر من كده بكتير. طب تصدقي انا اول ما رضوى قالت لي اللي فيه امكانيه لمقابله سعادتك النهارده والله ما قدرتش اغمض عيني من كتر الفرحة والتفكير. ريلي بس واضح ان انتوا يعني معرفة قديمة وغاليين قوي على بعض ولا ايه؟ يعني حضرتك تقدري تعتبرينا كده مخطوبين؟ ريلي؟ ازاي ما تقوليش المعلومة دي من بدري يا رضوى؟ لا انا زعلت. لا والله يا استاذة بصص لي يعني. اصل ايه بس؟ لو كنتوا قلتوا المعلومة دي من الاول كنت وفرتوا كل المقدمات اللي انتوا عاملينها دي. حضرتك تقصدي ايه يا استاذة؟ اقصد يا ستي انه اول فيلم من اخراج نادر عندي. بجد؟ بجد يا استاذة؟ بجد اعتبروها هدية جوازكم. بجد يا استاذة انا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. لا 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 ما تقولش حاجة ما تقولش حاجة. عن اذنكم ثانية واحدة. اتفضلي يا فندم اتفضلي. بعد 20 مست كول اذا ما قلتيش حاجه مهمه هطلع عينك يا لواحظ. في ايه؟ قطعيني يا استهان، مزعيني حته حته كده هو ورميني لكلاب السكك، بس الحقيني ابوس ايدك. الله قلقتيني. في ايه؟ مارجريت هانم. مالها مارجريت؟ ضاعت ضاعت يا استهان ومش لاقيه لها اصلا في الحته كلها. ضاعت؟ انت مجنونه يا لواحظ؟ ضاعت ازاي يعني؟ كنتوا فين؟ وايه اللي خرجها بره القصر يا شوشو؟ صعبت على لواحظ، قالت تاخدها تفسحها. اختفت من جنبها تماما بقى. يا ربي يا ربي انا نفسي اعرف كميه التخلف اللي في العيله دي، انا مش فاهم. طب بابا عرف؟ المفروض لسه نايم، بس لازم تلاقيها قبل ما يصحى ويكتشف المصيبه دي يا فؤاد. خلاص خلاص يا فريده انا هتصرف. البنت اللي اسمها لواحظ دي لازم تطرد فورا. يا سيدي تطرد ولا تروح في 60 داهيه. المهم ان انت لازم تخلصنا من الورطه دي. اتصرف، كلم مدير الامن، وزير الداخليه، اي حد من الاسامي المزعجه بتاعتك دي. ماشي يلا باي. في ايه تاني يا فري؟ ايه اللي حصل؟ مارجريت يا رباب ناوي تعمل مصيبه وتهد القصر على دماغنا كلنا. مارجريت مين؟ المفروض انها بنته. المفروض يعني ايه يا نجلاء؟ يعني دي اكيد بنته من الست الفرنساويه والاسم بيقول كده. بس في حاجه غريبه، ملهاش اي داتا على النت ولا ارشيف في الصحافه ولا معلومه ولا حتى اي حاجه ولا اي بيانات. واو واضح انه مقفل عليها تقفيل حكومي. قصدك ايه؟ اقصد ان ده كارت مهم جدا واحنا لازم ننكش وراه حتى لو هنجيبه من تحت قطيع الارض. ننكش فين بس؟ بقول لك هتظهر يا نجلاء، مش كيميا هي. فكري معايا. لا هو فرعوني حلو حلو الصراحه، مش كده ولا ايه؟ وزن حلو قوي. أيوه. احنا بنحبه بس يعني بذمتك كده حضرتك ده منظر ناس تشتري اسرات. احنا بصراحه كده جايين نسال على عبده الجحش. جحش؟ الكلاف. اسم الله عليك. شفت شفت يا فضل؟ قلت لك هو هتفرج. هو صوته فرج ان شاء الله، هو عاد حلو كده وكل الناس بتحبه. ده كام بقى؟ الله يرحمه طولت العمر ليك. لا اله الا الله. انا برضو اللي فقر. بعدين يا رب يا عمال اتقفل كده ليه؟ استغفر الله العظيم. انت كنت عايز الجحش في ايه ولا مؤاخذه؟ لا خلاص بقى، ما خلاص ارتاح من قرفها وراح للي احسن مننا. عقبالنا. اصل هو معلش حاجه، كان متعشم ان يلاقي لقمه عيش عند الجحش. انت بتفهم في الخيل كويس يعني؟ خيل؟ ده انا مولود في اسطبل يا عم الحاج. معلش يعني انا كنت صغير قد كده، وكان البيع احمد مظهر بيركب ويقول يعني كان بيحلف في حياته والله. سامحنا. طيب اريح هنا خمسة اما اشوف لك الرئيس مونجي. هتفرج ان شاء الله، ده كان دايخ على واحد من يومين. يا ابو سهل قشطة عليك يا ابو خطوة يا حلو. بس اسكت بقى. فرجت اهي يا عم. اسكت بقى، ركبنا ذنب بس خلاص هنعمل ايه بقى؟ ضررات والله. حلو حلو ضررات. انت استنى بقى لما نشوف الراجل ده هيعمل ايه. اقعد اقعد. طيب مدام فرجت بقى،
حل كيس بقى، روح اجرح الخمسه يا هات لقمه هنموت. والله ما تغلى عليك عينيا حالا دلوقتي ابو خط عينيا. دي بقى يا مدام حته اصلي اوريجينال، ما تطلعش غير للحبايب. حبايب؟ انا حبايب شعتها طبعا يا مدام. امال انا جايب سعادتك هنا ليه؟ ده خن خصوصي ما يدخلوش اي زبون طياري كده. ثانية واحدة، ها ثانية واحدة، ممكن أقول تاني أنت؟ أقول إيه سعادتك؟ أنت قول حاجة كده، خن خن؟ قصدك خن؟ خن خن، أنا هنا في خن ها؟ مظبوط سعادتك، يعني المكنة الخصوصي بتاعتي. ده كان جميل جميل جدا. ده أنت اللي جميل وقمر والله. بون داكو، أنا ممكن آخد حتة أوريجينال دي، وريني وريني حاجة تاني. دي بقى يا مدام حته عاليه حبتين، حرقها شويه. حرقها سافيت شوكو حرقها يعني غاليه حبتين. انا عايزه اقول مش مهمه فلوس، مش مهم. يا سلام على طعمتك يا ست الكل. طيب دي حته بقى انا مطلعها بايدي من مقبره رمسيس الثاني في الاقصر. ولا لا رمسيس رمسيس والاسره كلها، وعدم مؤاخذه اتعرض عليا فيها 55 باكو، بس انا ما رضيتش على الكبوت. سافيتشكوا كابوت يعني بنك نوت ورق كاش. كاش كاش داكور داكور سي بون داكور، بس ما رضيتش افرط فيها، اصل انا بحب النفوس قبل الفلوس. ولا لا حلوه حلوه يا شتا، نفوس قبل الفلوس. حلو انت احلى والله يا ست الكل. وعلشان خاطرك بقى انا اديلك ب 20 بس، يعني كرم ضيافه وجدعانه مني. ولا لا تي جونتي تي ادورابل شتا. داكو انا اخد دي هنا كده. وصلنا كام بالصلاه على النبي كده بالحته دي؟ 55 باكو بالصلاه على النبي. صلى على النبي صلى على النبي، مش مهم با بروبليم، فلوس مش مشكله، مش مشكله خالص. ها دكه. اوكي كده يا مدام وصلنا في وش العدو 55 باكو. ولا لا رمسيس جادور سا. ده انت اللي جميل قوي. ادفع انا. خد هنا يا ابن الحراميه. انت مين يا جدع انت؟ تعالى والله العظيم ما اسيبك الا في الاسم. ليه اسمي ايه ليه؟ اسم ايه؟ انت بضاعه بثلاث ابيض عايز تبيعها مش عارف كام باكو، يعني لا دين ولا وطنيه، دي واحده خواجايه مش اي مصر. ها قد ايه؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك ايه؟ انت هتجرب ولا ايه؟ انت مسيو انت؟ لا بلطجي انت. بصي بلطجي، لا حضرتك دخلت فيها بغلط، ده انا ابن بلد واقف مع حضرتك، مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. عندي سيبه انت، سيبه. اسيبه ايه؟ ده عايز يسرق حضرتك، عايز ينصب عليكي، فاهمه؟ حرامي. انا اعرف انه ينصب عليا، اضحك عليا، انا مبسوط كده، انا عايز كده، سي كوا تون بروبليم؟ ليه حط مناخيره انت؟ لا لا مناخيره انت ما بتسمعش، هي مبسوطه كده. تطرش ولا ايه؟ ملاحظ. تعال يا ابني، انزل يا ابني. انزل مارجريتا. تعال. ملاحظ. كده حرام عليك، حرام عليك يا استاذ مارجريتا، شفتي دمي. الحمد لله على سلامتك يا مدام مارجريتا. مادموزيل سيفوبلي. في حد هنا ضايقك في حاجة؟ لا يا باشا، الحمد لله أنا كنت موجود هنا، إحنا ولاد بلد ولاد أصول. اهدى شوية. حاضر يا باشا. انت اسكت خالص، انت ايه مش اتكلم انت هنا، هنا مفيش مخ، ها هنا هنا مفيش احساس. انت مش تفهم حاجه خالص. مدام مارجريت يقول عشان مدام مارجريت اتفضلي، احنا نوصلك وانا اتصرف. هو ساعتك انا ماسك بضاعه بثلاث ابيض بروح يعني، وعايز معانا بضاعتك فين يا ابني؟ لا ما ساعتك انا والله العظيم انا كنت بعمل كده عشان انا لسه حمايه. بطاقتك فين؟ اخلص كلامي واضح. معيش بطاقه. معكش بطاقه؟ ده حلاوتك، ده انت هتنورني النهارده يا باشا. انا هاتوا يا ابني يا باشا، انا اكل عشان تحيا مصر. اخلص انت تحيا مصر ازاي يا باشا؟ اخلص، ما احنا عايزين يعني. يلا يا بابا تلسلة. يلا يا حبيبي، خد يا عم الحرامي يا اخلص يا ابو دم جرانيت.